الماده كلها معاك بكل حاجه ينفع فيك. موضوع ان حد بيلغي، احنا ما بنلغيش حاجه، الاطفال ما بتلغيش، امانه ربنا انا بكلمكم من ده امان. لو انت مستني حد يلغي حاجه محدش هيلغي حاجه، بس انا اقدر اعرف ايه اللي ركز عليه في الراوند، ايه اللي ركز عليه في الفاينل، ايه اللي لمه مع بعض وده سعر. ان شاء الله هنقعد نقسم الدنيا واحده واحده بالطريقه دي. برضه الكيسز اللي ممكن تنزل لكم في الراوند هجمعها لكم موجوده، كيس الكارديو، كيس الشيست، كيس النيورو، الابدومين، مكتوبه السيناريو الصغيره كده هتقراها تبقى عارف هو عاوز يسال ايه، يا انفستيجيشن يا تريننج. يزيد بس في الفاينل لجنه واحده اسمها ديفرنشال دايجنوستكس، يعني دي الوحيده اللي بتزيد على الفاينل. الراوند انفستيجيشن وتريننج، الفاينل ديفرنشال دايجنوستكس اللي هو تحط مثلا ولد قديمه ابدومين حاجات زي ده. نبدا نعدي، ده موضوع بيجي على بعضه كده اسمه اكيوت ابدومينال بين او ريكرنت ابدومينال بين. هو بيجي في سؤالين، يا اكيوت يا ريكرنت، غير الفوميتنج وغير الضرائب. اكيوت ابدومينال بين بيجي انيوميريشن او ليست، ليست كوزز اوف اكيوت ابدومينال بين. عاوزك تهدوك كده تام، تحط ثلاث عناوين زي ما احنا اتكلمنا. الاكيوت ابدومينال بين دي في انفكشنز، اسمها اكيوت انفكشنز، مي بي حاجه ميديكال او حاجه ايه؟ سيرجن. دول الثلاث عناوين اللي انا بنزل بيه، يا اما انفكشن يا اما ميديكال يا اما سيرجن. اول واحده الانفكشن، هندخل جوه البطن دي وهنبدا من اليمين كده. اشهر اورجن موجود داخل البطن في اليمين الليفر، فبنسميه هيباتايتس، الاكيوت هيباتايتس، سواء ده فايرال انفلاميشن، اي انفكشن، اي حاجه من الحاجات اللي انت عارفها. تحتيها على طول الكيدني وايلونفرايتس، تحتيها خالص الابندكس ابندسايتس. يبقى انا عندي الهيباتايتس، البايلونفرايتس، الابنديتايتس، دول ثلاثة اورجنز موجودين على الرايت سايد. على الليفت سايد في بنكرياس معدي بالعرض اسمه بنكرياتايتس، تيجي انتستين اسمها بيريتونايتس لو حصل فيها انفلاميشن، متغطية بالبيريتونيوم خلاص اللي هو الجاستو انترايتس وعليها البيريتونيوم بتاعها اللي هو البيريتونايتس. آخر حاجة تيجي الانفكشن، تيجي من فوق، من فوق من الصدور بتاع الولد، من الصدور الصدور، عنده أصلا تونسلايتس أو فرنجايتس، وبالتالي بتنزل الباص والانفلاميشن على البطن فبتخلي الولد بطنه توجعه. كل واحده فيهم كلمه كلمه كلمه، بمعنى لما اجي اقول لك هيباتايتس تقول لي وجع في الجنب اليمين ومعاه جونز. لما اجي اقول لك بايلونفرايتس تقول لي على طول انت عارف ان دي كدني يعني لوين؟ اه لوين ومعاها طبعا تشينج في اليورين. لو جاي لك بابندسايتس ده رايت اليك فوست وجاي مع السره. لو جاي لك بانكرياتايتس ده ايبيدستريك بين ومعاه اميليز ليفل عالي، بنكرياس معروف اول ما تلمسه الاميليز يضرب على طول. جاسترو انترايتس ده مريض عنده فوميتنج ودايريا وفيفر وبطنه توجعه. بيريتونايتس ده عيان بطنه تنس وريجن بيسموها بورد لايك ريجيديتي. خلاص وطبعا التونسلايتس ده قصه سهله قوي ما فيهاش مشكله. دي اشهر اسباب اللي هي الانفكشن اللي هي محتاج ساعتها اعالج السبب، اعالج الانفكشن اللي موجوده او الانفلاميشن. ميديكال وسيرجيكال، يعني ايه سيرجيكال؟ سيرجيكال ابدومين، يعني في مشكله موجوده في بطن الولد لازم ابعت اتصل بالجراح يجي لي حالا. ليه؟ واحد عنده هيباتايتس او ميكلز دايفرتيكولايتس، سوري ابندسايتس او ميكلز دايفرتيكولايتس، انا عدي عليها دلوقتي. ولد تاني عنده الانتستين عملت استرنجوليشن، يعني خرجت في الهرنيا وراحت لفه وقافله على نفسها كده بيسموها اتخنقت. اللي بعدها دخلت في بعض، انت سستمش، لفت على بعض، بولفوس. او لا ده ولا ده ولا ده، حصل امباكشن اتحشرت بتاع وورم ماس اللي هي ديدان فيكال ماس في حالات الكونستليشن او فورين بوت، ودي كنا عاملينها دايجرام رائع جدا جدا لو انتم فاكرين، حلو جدا. اخر حاجه الميديكال كوزز، يعني ايه ميديكال؟ يعني انا مش هضطر افتح بطن الولد ولا اشتغل شغل جراحه، ودي من اشهرها حاجه في الرئه زي اللور لوب نيمونيا. ليه اللور لوب نيمونيا بتعمل ابدومينال بين؟ لان اللور لوب بتاعت الرئه نايمه على الديافراج، واي اريتيشن في الديافراج بيرفير للابدو. الامراض الدم اللي بتعمل ابدومينال بين الهينوخ شونلاين بيربرا والسيكل سيل فازو اوكلوسيف رايس، دول كانوا بيعملوا ميزنتريك ادينايتس، والهينوخ شونلاين كان بيعمل انت سسبشن. ده مهم قوي الكلام ده لما ندخل في الهيماتولوجي وخليكم فاكرين، لان دي كيس بتنزل كتير جدا 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 دي ودي. دراجز بتعمل ابدومينال بين وارديش ومسكنات، بتعمل جاستراكس كتير جدا جدا، ليه بويزنج اللي كان بيعمل ايه في خلايا الدم؟ كان بيعمل هايبروسيميك انيميا فور ديفرنشال دايجنوستكس وبيبقع الخليه كده بيعمل ستيبلنج اوف ذا ار بي سيز، قلبه كتير. بعد كده دي الدايابيتيك كيتو اسيدوزز، قلنا ليه الدايابيتيك كيتو اسيدوزز لما شرحناها بتعمل ابدومينال بين؟ لان الكيتون بودز بتبقى اكسكريتد في الاستومك فبتعمل جاستراكس وبتطلع مع النفس فبشمها بحس ان في ايه؟ اسيتون اودا. اخر حاجه خالص هي الاف ام اف، وده موضوع هنشرحه حالا قريب خالص في اقرب حصه في الروماتولوجي،
اللي هو فاميليان ميديترانيان فيفر او هم البحر الابيض المتوسط. جين على الكروموزوم رقم 16 بيجي في فيفر معاها بيروتونايتس اللي هي ابدومينال بين وشويه وجع في المفاصل ارثرايتس، وده مرض وراثي اوتوزوم ريسيسيف برضه. دول سؤال على بعضه اسمه ليست او انيوميريت كوزز اوف اكيوت ابدومينال بين، نزلت الثلاث عناوين تحت كل عنوان منهم ست حاجات او سبع حاجات. ده سؤال. السؤال الثاني اهو منفصل خالص عنه اسمه ريكارنت ابدومينال بين، وده لازم نكتب عنوانين كده كده. عنوان لو نسيته تقريبا ما تدورش على درجه السؤال خلاص، لانه 90% من الاسباب او 80% على الاقل، اسمه ديسفانكشنال ابدومينال بين، او الاسم الثاني بتاعه سايكوجينيك او نون سبيسيفيك ابدومينال بين. طفل بيجي له وجع متكرر في البطن كل شويه يروح يجي لهدوء كده، ليه؟ عنده مشكله نفسيه. زي ايه؟ اول مشكله واشهر مشكله انه خايف يروح المدرسه، سكول فوبيا، فبيقعد يقول لك بطني بتوجعني. طبعا ده سيميوليشن اوف بين، ده ما عندوش اكشوال بين. رقم اثنين عنده ديليفري اوف نيو سيبلينج، جاله اخ جديد، مامته اهتمت بالاخ الجديد وركنت الاخ الغلبان القديم ده. او ان هو لوز اوف وان بيرنت، فقد مامته او فقد باباه، سواء ديفورس او سواء كان دف. في كلتا الحالات دي الطفل ده عاوز يعمل سيميوليشن لبطنه بتوجعه، فبصراحه بيجي يحط ايده كده حوالين الصوره بيقول لك عندي ابدومينال بين سنترال فيري امبلايك، هو مش هيعرف يالف ويحط ايده فين؟ بالظهر، ولا يقول لك بيجي من الظهر لحد تحت، ولا يرسم الخريطه الكامله للوجع، فهو يحط ايده سنترال حوالين الصوره. البين الماكسيمم سيميوليشن اللي ممكن الطفل يقعد يعمل فيه سيميوليشن لا تتعدى 10 دقائق 5 دقائق، كتير قوي تلت ساعه، وبيبقى فيج ونون سبيسيفيك. ليه؟ ونون سبيسيفيك. ما معاش لا ابدومينال ماسز ولا ليفر ولا سبلين ولا تندرنس، ولو طلبت كل الانفستيجيشن سي بي سي وستول ويورين هيطلعوا برضه ايه؟ نورمال، وده ملوش علاج دكاتره، ده كل اللي بعمله ري اشورنس. بس نيفر ايفر ان انت بتقول الولد ان في هو بيستعبط وان هو بيكذب وان هو بيدلع عليا وان انا فقستك خلاص والكلام الفاشل ده، لان ساعتها الريزيستنس والعناد هيبقى اكبر من كده بكتير. هيعمل لك سيميليشن في حاجات اخطر انت مش هتقدر تستوعبها. فطبعا انا بقول ان في فعلا وجع وان انا مصدقك وان ان شاء الله هناخد العلاج ده وهنبقى كويسين. احنا بندي بلاسيبو اللي هو لو في مستشفى بندي شويه سلاين او جلوكوز عادي على انهم دراجز، ولو في البيت بندي مالتي فيتامينز، والطفل بيقتنع اخر تمام وبيبقى كويس. بالايه؟ لازم الام والاب يبقوا اوير بالقصه، لان انت لازم تقول لها عشان تجيب لك الخبر اللي فوق ده. في عيال اول ما بيقول لك القصه دي بتيجي تكلم الام بتقول لك على جنب، ده بابا على طول بيقعد مثلا يلسعه بحاجه او يضربه على وشه او بيجيب البتاع ويخبط على دماغه كتير. في ناس عندها تشايلد ابيوز غير طبيعي، لما تقعد في العيادات شويه انت نفسك هتبقى حاسس ان انت ممكن تقتل حد منهم لو جه واقف قدامك دلوقتي من اللي بيعملوه في الاطفال. ففي ابيوز مش طبيعي فوق ما تتخيل. وفي امهات مثلا بتجيب الانسولين بتاعها وتقعد كل شويه تحقن الولد وسكره يقع وهيجوبه ويقلبوا الدنيا ويصرخوا ويجيبوه لنا ويجي المستشفى عشان تجيب العيله وتجيب الناس وتعمل اتراكشن. ده اسمه منشاوسن سندروم باي بروكسي. كتير جدا جاوا طول الاي سي يو قبل كده، ولد هايبوغلايسيميا وسنكوبال اتاكس كتير، وجا بص في الام حد فيكم دايابيتك؟ تقول لي انت ليه عاوز تعرف؟ هو بس سؤال واحد، انا ده مجرد ما تاخده اوضه الاعتراف كلمتين على ساعتين بتعترف على طول. كتير جدا بيجي لنا الكلام ده، ده نوع من الابيض. انما الاورجانيك كوز ده مختلف. يعني ايه اورجانيك؟ يعني انا لو جيت لك اشتكي بوجع هو فعلا في وجع. مين الموست كومن كوزز للابدومينال بين الريكارنت في الاطفال؟ البي والسي والدي. البي اللي هي البارازايتس اللي فاتت، مهم قوي تبقى عارف ان العيال الصغيره بياكلوا في الشارع ما بيغسلوش ايديهم وبيتعاملوا مع بعض في المدارس، فسهل يكاتش بارازايت. اي بارازايت زي الاسكاريس والانجليستوما والاميبا والجيارجيا بيعملوا ابدومينال بين، ما عدا واحده بتجيلكم في الاستول اجانس الاوكزيوريس او البين وورم الانتروبياس فيرميكولاريس. ما تعملش ابدومينال بين انت بتعيش بره علينا الاورفيس وبتعمل حته كده بالليل اتشنج، والعيل يا عيني يمد ايده من كتر النهارش فيروح واخدها تحت فين؟ تحت ضغطه، يقوم الصبح ياكل ويلعب يروح ناقلها في كهور. والدوده دي بتعمل حاجه اسمها اوتو انفكشن. يعني ايه اوتو انفكشن؟ يعني الطفل ياخده يعني ياخد اخواته ويعد اصحابه. عشان كده لما بيجي لك سؤال التريتمنت، هو الولد بيبقى تريتد ككيس ايزوليتد ولا هو واخواته؟ كل الفاميلي ممبر شوت بتريتد في دوده واحده عليكم مفيش غيرها، اللي هي الاخت دي الاوكزيوريس. اي حد تاني مش كل الفاميلي ممبر، هي وحاجه اسمها نينو ليبس نانو. انما ما فيش عليكم هيمن ليبس نانو، عليكم دي بس، اجيبها لكم حالا دلوقتي. كرونيك كونستيبيشن،
كل الاطفال اللي عندهم انسداد في نوع من الدايت بيعمل كونستيبيشن. يا جماعه ما ينفعش الطفل ما ياخدش اي سورس للخضروات، طماطم، خيار، الحاجات دي الخاصه، الكلام ده مهم جدا للعيال عشان الموتيلتي. في اطفال نوع الدايت بتاعهم لازم يعمل كونستيبيشن. طبعا كونستيبيشن يعتبر فورين بودي جوه مين؟ جوه الانتستين، عاوزه تتخلص منه فبتعمل ابدومينال بين. النقطه الثالثه الاكل اللي فيه مشكله في اللاكتوز، وتبقى فاهم ان اي طفل كان عنده اسهال من اسبوع او اسبوعين فاتوا هو السنس حالتها مالها تعبان. اذا لو انا حملت عليه باللاكتوز زي ما هو وانا فاهم انه كان بيسهل اسبوع متواصل ومتبهدل في المستشفيات واخد، يبقى انا الدكتور بستعبط، لان اللاكتوز ده يعتبر ستريس على الانتستين مالها متدمره. المفروض اعمل ايه في اللبن بعد الاسهال الطويل ده؟ ادي لاكتوز فري، اخفف الحمل عليه شويه وبعدين اكمل. طب ايه نوت ما عملتش دي مشهوره قوي، يجي الولد يخلص السهال ويرجع له في البيت، كان محجوز في المستشفى، دخل البيت اديته لبن، تلاقي كل ما ياخد اللبن يجي له ايه؟ بلوتنج. بلوتنج يعني بطنه تتنفخ بالونه قد كده، فيرمنتيشن، بيدخل يحصل له فيرمنتيشن وجاستروميشن ودايريه دايريه دايريه. ده حله تعمل ايه؟ اديله لاكتوز فري اسبوع بس مفيش حاجه خالص لحد ما الانتستين تتعافى وبعدين رجع الدنيا زي ما كانت مفيش مشكله. فيا اما دايت يا اما كونستيبيشن يا اما بارازايت يا اما حضرتك ممشي عيل على مسكنات. عندنا هنا مشهور جدا 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 لبوس اسمه دولفين، اكيد البنات اللي قاعده لمع في ودنها لما اقول الدولفين لبوس بديل استتائي. الدولفين ده ديكلوفيناك بيدول الاطفال بغباء شديد جدا، بيعمل رينال فيلير وبيعمل جاسترايتس وبيعمل طبعا ابدومينال بين عنيف. فتلاقي الواد كل ما حرارته بس تشم نفسها تروح الام ايه؟ زقال واحده دولف 12 ونص ما عادش بيحوق معاه، فتروح عاطيه ال 25. طبعا ال 25 ده عاوز طفل وزنه كبير قوي، لو اديته للعيل الصغير اه بينزل الحراره بس بعد شويه وجع عظيم في البطن وممكن ينفخ وممكن يجي له رينال شوت داون. خد بالك من القصه دي. الليس كومن دراجز، الليس كومن كوز سوري للابدومينال بين، عد معايا كده، الاستومك، الجي اي تي السريشن، اي استومك فيها ألس بيبتك ألس، وده وجع معروف، ياكل يتوجع، يسكت ما يتوجعش. العيان ده ليه علاقه بالاكل، البين بتاعه ليه علاقه، لان لما بياكل بيستفز الاستومك انها تسكريت مين؟ اسس. ده واحد. الالسيراتيف كولايتس، وده واحد من انفلاماتوري باول ديزيز، وده مميز بالجي اي تي ليه؟ معاهم الناس اللي عندهم مايجرين او عندهم ايبيليبسي في البرين. الايبيليبسي معناها ان الكهرباء اللي خارجه من المخ زي ما شرحنا في النيورو تبقى ايه؟ زايده. ستيميليتد سكيليتال ماسلز تعمل تونيك كولونيك كونفالجن، والسموس ماسل بتاع الانتستين تعمل ابدومينال ايه؟ ايبيليبسي. دي بتحصل مع التشنجات وتعمل مع المايجرين. المايجرين اللي في الراس اللي هو وجع الراس مايجرين بيعمل برضه ابدومينال مايجرين، نفس القصه بتبقى معاه اسوشيتد بين فين؟ يعني العيال يقول لك بطني بتوجعني والدماغ بتوجعني، دماغه بتوجعه ونص، ده اسمه ايه؟ مايجرين. وجع البطن برضه اسمه ابدومينال مايجرين. يعني احنا عندنا مايجرين بيجي في الراس ومايجرين بيجي في البطن؟ اه. وعندنا ايبيليبسي بيجي في الراس وفي البطن برضه؟ اه. غير دول الليفر ومشتقاته، الليفر تحتيه ثلاث حاجات فاكرينهم؟ الليفر يا اما هو نفسه كرونيك هيباتايتس، يا اما الجول بلادر. الجول بلادر فيها حصوات اسمها كول فيزز او جول بلادر ستونز، يا اما البيلياري دكت فيه سيست. وقلت لك السيست دي بتيجي باثنين برزنتيشن، كوليدوكال سيست بتيجي بكوليستيزز وابدومينال بين، وممكن لايبل فور مالجنانت ترانسفورميشن في 2% من الكيس. خلصت دول بنزل على الكلى. اخبار الكلى ايه؟ انت قلت كبد وكلى وانتست، ما قلناش حاجه خالص ثانيه اهو. الكلى ايه اللي بيحصل فيها؟ بتجيب وجع الرينال ستونز، ودي بتيجي من اللوين للجروين، معروفه ان هي الوجع يقول لك بيضرب من ظهري من ورا من اللوين ينزل لحد الجروين لحد الحزام، لان اليوريتر الامتداد بتاعه والريفيرال بين بتاعه كده، بنسميه اللوين لمين؟ للجرويد. الحصوه مع كل حركه بتعملها وكل انقباضها ممكن تعور تنزل ايه؟ شويه دم هيماتوريا. اخر حاجه من اسباب الوجع المتكرر في الاطفال الاف ام اف، بتبدا اكيوت وتكمل مع العيل فترات طويله، بيسموها بريودك بين. بريودك يعني يجي شويه وايه؟ ويريح. وجع حراره، بطن بتوجع، مفاصل بتوجع، يريح ويرجع. وليها دواء اسمه كولش سي اللي هم بيعالجوها دي. دول فيهم مشاكل؟ يبقى لو سالتك الريكرنت طبعا عكس ده الثاني. يعني ده هتقول له ان هو بيري امبلايتال، الثاني في اني سايد، ممكن يبقى في الظهر في الوش في الابيجاستري في اي مكان. ده بيقعد اقل من 20، الثاني بيقعد اكتر من 20. ده في ايكو نون سبيسيفيك، الثاني بيبقى ستابنج ستيتشنج ليه شكل. نغز تقطيع، ده ما معاكش اورجانو ميجر، الثاني معاه.
ده ما بيعملش ريفيرال التاني بيرفير، ده الولد جنرالي زي الفل وبيجري وبيتنطط التاني بقى جنرال كونديشن، ده ملوش تريتمنت التاني كوركشن اوف ذا مين اوف ذا كوز، لان في طلبه مخها معلش يعني انزل عيل في الحضانه، لا يا لهوي مش مطيح خرج اسود الحقوني في ايه يا عم ابلع ريقك، القصه مش قصه رص ورق خالص خالص، لو هي كده ما كانش حد غلط. ده السؤال ده مهم جدا 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 اللي هو بتاع الكارنت ابدومينال بين، بيجي لنا كتير قوي، لو نسيت دي وقلت لنا انا نسيت واحده في الامتحان ما تكتبش حاجه، سيب السؤال فاضي خالص وادخل ضيع وقتك في حاجات ثانيه، ده ينفع يجي لك نظري للاسف، ده سؤال نظري وفي نفس الوقت بيجي صور، يعني ده لو انت في الراوند الجاي ده ما تذاكروش، هو صور الصوره موجوده وانا حاططك عليها كلهم كورس والاجابات خلاص، انما في الفاينل يجي لك نظري اسمه ديلف والاورال ليش ثلاثه مورنينج يزز، دي الصوره الاولى اللي بتنزل الواد ده او ده، الهربس اللي هو الواد ده اللي عنده قرح بره، والهيربانجينا اللي هو الواد ده، الصوره دي بتنزل الصوره دي بتنزل الصوره دي بتنزل، بالنسبه كده كده للسورس اللي انا عامله انا كده كده عارف هو ايه، اي صوره عندك فيه بتنزل في الامتحان، اي صوره هم نفس الصور بتوع الامتحانات، ده مورنينج يزز وده هربس وده هيربانجينا، حد بس يرد عليا ايه الفرق بين الالسرز دي والالسرز دي في كلمه واحده؟ دي حضرتك بره انا ما اضطريتش افتح زور الولد، انما دي السرز جوه قوي في الفرن من جوه خالص جوه في الاوستيري رو، ده مرض اسمه موني ديزيز او فرش او كانديديزيز، اورجانيزم اسمه كانديدا البنس، بيجي في سن صغير بيجي في النيونيت والايرلي ان، بيجي في ناس مناعتهم ايه؟ وحشه وبياخدوا مضاد حيوي فتره، بيجي بوجع فين؟ ما معهوش حراره والوجع اللي عنده البين اللي عنده المايد ده بيعمل بس جاست فيدنج ايه؟ يعني هو بيرضع بس بيتضايق وهو بيرضع، عشان كده سموه بين في الكوره ليش؟ عنده على البق زي ما انت شايف كده وايد بليكس بقع باتشز عامله زي الزبادي كيرد كيرد لايك اللي هو وش اللي موجوده على التانج والدمز والاورال بيفوز، الدمز اللي دكاتره عليها اسمه جنجفايتس جمز جلفه، والبق البق نفسه اسمه ستوما، ستوما اللي هي فتحه البق لما تبقى انفلين تبقى اسمها ستوماتايتس، فدلعوه سموه ايه مع ايه؟ جنجفو ستوماتايتس. ده لما يجينا هتطلع من جيبك كده دواء اسمه نستاتين او مايكونازول وتديه للوالد، لان ده فانجل فانت بتدي انتي ايه؟ انتي فانجل تريت، وما تنساش تدور عليه بيرسبوند ولا لا، ليه؟ لان لو ما فيش ريسبونس في الحاله غالبا ده عيان اميون ديفيشنسي. تي سيل. لان التي سيل هي المسؤوله عن رد الفعل ضد الفطريات، ويفضل في اي نيونيت عنده فطريات تسال نفسك سؤال جابها منين؟ جابها من النبل بتاع الام، عشان في عندكم في النيوتريشن بروبلم وزلابتيشن نبل سورنس ونبل مونيليزس، ان الام يكون عندها ايه في البريست؟ مونيليزس وسورنس، يجي الواد يرضع يروح عامل ايه؟ يروح واخدها من الام، يعني انا هنا ما استاش اصلح مين؟ السورس مصدر العقل، فاضل اثنين، يا الواد يجي لك بهربس ضارب برضه البق اسمه جنجو ستوماتيتس، يا يجي لك بهربانجينا الشبيه بتاعك. ده فيروس اسمه هربس سمبلكس فيروس، ما دام فوق السره يبقى طيب ايه؟ 1 وده فيروس اسمه كوكساكي فيروس، اوعدك ان ده هيجي لك في الامتحان. كوكساكي فيروس اللي هو هاند فوت ماوس ديزيز. الكوكساكي فيروس اللي هو الانتيرو فيروس اللي هي مجموعه البوليو والايجو والكوكساكي. دول بيعملوا هيربانجينا، بص كده مكان الوجع هنا فين في الهربس بيبقى طنج وجمز واورال ميكوزا، هنا لا هنا بوستيريور، رايح فين؟ سوفت باريت وتونسلز وبوستيريور فارنجيال وول، انت اللي قايل اهو الليشنز موجوده بوستيريورلي يبقى تعمل ايه؟ سورس رو، انما الليشنز هنا انتيريورلي، يجي الواد يبلع الصلايبه مش عارف اصلا يمشي الصلايبه من الحرقان والوجع لان النيرف اندنج باين، فيقوم يعمل ايه؟ يبقى انت تحفظ اس سلايفيشن بتاعت الهربس. طب الاس الثانيه السورس رود الهربانجاين، دي ليجنز بره دي ليجنز جوه، الاثنين معاهم هاي فيفر ومعاهم وجع كبير خلاص، بس واحده معاها سلايفيشن والثانيه معاها سورس رود، ده السرز بس، ده السرز بس، انما الكوكساكي ده فيزيكولار راش فيزيكلز وايه؟ والسر ده واحد من اسباب الفيزيكولار راش، يعني بيعمل فيزيكال تفرقع تعمل ألسر، انما ده قول لي ايه؟ ألسر. علاجهم ثلاثه ايه؟ انالجيزيا للوجع وانتي بايوتيك للحراره للهاي فيفر واسايكلوفير لو الحاله كانت سيفير نوت ريسبوند. ما خدوش معدي ايه فين وخلصت؟ يبقى ايه هما البين فور اورال ليجنز؟ مونيليزس
هيربيتك جنجيفو وهيربانجينا. المرض ده بيبقى معاه اسوشيتد ايه؟ ليجنز في الهاند والفيت، بيسموه هاند فوت ماوس ديزيز، اللي هو موجود عندكم في شابتر الانفكشن ان شاء الله يومين ثلاثه. ده سؤال اورال مكتوب عليه اورال اهو، ومن اشهر الاسئله على الاطلاق لبعض الاسباب من سنين، من ايام ما انا كنت ماسك يعني الاداريات بتاعتكم، كنت اقعد جنب مفيش غير السؤال ده، قول لي الابر جايتي بليدنج واللور جايتي بليدنج. ده بتسال ازاي؟ بيقول لك ديفرنشال دايجنوزز اوف ديزنتري. كلمه لور جي اي تي بليدنج او بليدنج بالرقطه لها اسم اسمه ايه؟ ديزنتري. ديزنتري يعني اسهال بدم، اسهال بدم بلاد دايري. واحد باسيلر ديزنتري مين؟ شيكن لو سالمونيلا وكبيلو باكتر وايكولاي ايه؟ انتيرو انفيسيف، دي اللي تنفع تتحط. بعدها مين الواد اللي كان بينزل الدم؟ اللاكتوز ولا الكاومن؟ الكاومن. مين الواد اللي كان بينزل جيني؟ جمع الانترسبشن. مين العيل اللي من شويه قلنا عليه بيعمل ابدومينال بين وفي الدم في الهيماتولوجي هتاخده عنده وجعين ونزل فين؟ الهينوكشن لاين بيربرا، ده بينزل في اليورين والاسكوش، تيجي الهيماتوريا وبليدنج بالرقبه. كمان لو في اورجانيك ليشن في الانال اريا، انال فيشر، انال انسر، انال بوليب، او يا سيدي بلاش نيونيت وعنده مرض سلونيك اللي هو نيكروبايزنج انتيرو كولايتس اللي احنا قلناه في الهيماتولوجي وهعيد الهيماتولوجي بكره هو الفيديوهات بتاعته ان شاء الله. ده اللي هو الجي اي تي بليدنج اهو منظر زي كده. تطلع فوق تقول لك طب واد بيحتف دم من فوق بالراحه، يا الاسوفجس تعبان اوستوفاجايتس، يا الاستومك متبهدلك جاسترايتس او بيبتك ايه؟ السر، يا اما حضرتك هو عنده اصلا جنرال بليدنج تندنسي فبينزف زي الفيتامين كي ديس اوردر ده، او زي الكواجيوليشن ديس اوردر اللي هي الهيموفيليا والبربرا، مش دول مرضى كده كده بينزفوا من كل مكان بما فيهم مين؟ الابر جي اي تي. وخلص عشان ما تتوهش مني، اخر واحده يا سيدي قول لها الفارس اللي احنا شرحناه امبارح، الواد بتاع البورتال ايه؟ هايزرليتش اللي كان عنده ايه في الاسوفاجس يا جدع؟ فارسس كده كتيره قوي، كان عنده تعبير وتحته في النص، النص كان اسمها كابوك وفوق كان اسمها فارسس وتحت كان اسمها هيمورويدز. دول الثلاثه اللي كانوا برضو سيستميك كولاترالز اللي قلت لك هينزل، دول مش تعبير. اسباب البليدنج من فوق، اسباب البليدنج من تحت. سيريال ديزيز جاي جاي السنه ان شاء الله. سيليك ديزيز اللي هو حساسيه القمح، احنا عندنا قمح وعندنا الشرير وعندنا ذره اللي هو الويت والبارلي والرين او الراي، فيهم ماده او بروتين اسمه جلوتين او جلامين، ده بيعمل الرجي للانتستين في بعض الاطفال الصغيره اللي عندهم جينيتك بريديسبوزيشن. فبنقول للعيل ده والله القمح والشعير والذره ممنوعين عنك لان جسمك فيه شويه جينيتك بريديسبوزيشن ان ما يعرفش يتعامل مع الماده دي. ماده الجلايدن او الجلوتين دي لما بتدخل في عيان اميون ميتييتد يعني عنده استعداد ان يحصل خناقه بين الماده دي وبين الانتستين، بتعمل له ايه؟ الانتي بودز اللي بتخرج بتكسر السمول انتستين، بتعمل ميكوزال دامج وقتل بمجرد دخول الاكل اللي فيه الجلوتين. يعني ياكل جلوتين من هنا في الثلاث منتجات بتوع القمح دول يبدا يسكت. ليه؟ لان عنده اميون ميكانيزم ضدها بتعمل له فيلس اتروفي ودامج في النيكوز. مين المكان اللي بيتم فيه الدستراكشن؟ السمول انتست، البروكسيمال سمول انتست دي بتاعه الابزوربشن اوف مين؟ ايرن وفوليك اسيد. عشان كده لما اجي افسحك في الام اس كيو والنبي عاوز اجيب كتاب ام اس كيو يا ابني روح هات، وحياه ربنا ما لاقي منه ولا سؤال واحد لو قعدت 100 سنه تذاكر فيه ولا سؤال. ما بيجيش منهم اسئله كتب، كتب الاسئله بتيجي من هنا. بيقول لك الواد ده جيله اي نوع من الانيميا؟ بتختار يا ده يا ده قبل ما اشرح، لان انت ضارب مين يا حبيب قلبي؟ سمول انتست، فهو هيجيله يا ايرن يا ايه؟ جافوليك اسيد، يعني يا ضارب سيس تصغر وتبقى ايرن ديفيشنسي، يا تكبر وتبقى بيجيله بلفظ الانيميا، مفيش حاجه ثانيه. خلاص؟ سمول انتست باظت في سمول بيبي سنه كام؟ 6 شهور. مين اللي لسه واخده من دقايق كان 6 شهور؟ الانتسسبشن كان من شهرين لسنتين، بيك عند كام؟ الانتسسبشن كان عيل جاي بيه ايه؟ بيتودع جامد قوي قوي قوي، بينزل دم من تحت، ده اخ جاي لك بمشكله باسهال بضيارية، ما بيعرفش ياكل الاكل ده،
اول ما جه عند 6 شهور فتره الفطام مامته راحت جايبه له سيريلاك وبلاوي من دي وادتها له قمح ذره شعير راح جاي له ايه؟ سيليك ديزيز. خلاص هو عنده سيليك ديزيز. مجرد ما دخلت الاكل عند 6 شهور اتكشف. بدا يجي الولد بتيبيكال بريزنتيشن ياخد الاكل من هنا يجي له دايريه وابدومينال ديستنشن يدخل الجلايدين يكسر الانتستاينال سيلز فيقلل الابزوربشن. بيخس ولا ما بيخسش؟ الاسطول بتاعه ما فيهوش ابزوربشن. انت مدمر الانتستاينال سيلز وبالتالي بيبقى بين ولوز واوفنسيف ريحته وحشه. يمشي كمان شويه باي اكزامينيشن الواد عنده ويت لوس رهيب وبيل. ليه بيل؟ عشان هو انيميك. ليه عنده إديمة؟ عشان عنده مال ابزوربش. ما انت ما بتمتصش السيلز بتاع الانتستين مالها اتروفيك. انتوا واخدين اسباب الإديمة امبارح كانت يا اما بروتين لوس فين او فين؟ يا في اليورين اللي هو رينال يا في الانتستين اللي هو اسمه ايه؟ بروتين لوزنج انتروبس. اهو ده الواد اللي عنده بروتين لوزنج انتروبس اللي هو كلمه ستيرك كان عنده كرونيك ايه؟ دايريا. بس فانت بتقول الواد منفخ بهتان وعمال يخس بطنه ديستندد وعنده اسهال ما بيروحش. ده التيبيكال برزنتيشن. لان ليه فاريبل برزنتيشن تاني خالص. ايه هو الفاريبل برزنتيشن بتاعه؟ ان الولد ما يجيش بجي اي تي سيمبتومز. يجي بانيميا بس. بانيميا مين او مين؟ وعمال يخس ومفيش عنده جي اي تي مانيفستيشن، مفيش الظهور الكافي للاسهال وللديستنشن وللكلام اللي انت بتقول عليه ده. ده اسمه اتيبيكال برزنتيشن لاي مرض في الدنيا. في امراض كتيره ليها تيبيكال واتيبيكال برزنتيشن. فجرى العرف ان اي ضغط عنده انيميا مايكروسيتك او فوليك اسيد نوت دايجنوست لازم تحط احتمالات سيريا طول ما سن الولد لسه ايه؟ ست صغير ست شهور. وكلمه السر بتلاقيه دايما معاه اسوشيتد اندوكراينال مانيفستيشن. اشهر اندوكراين ديزيز لازق في السيرياك السكر. السيرياك السكر. اي مريض عنده سكر في سن صغير او زي ده لازم يبقى سكريند فور مين؟ سيلياك. واي مريض عنده السيلياك لازم يبقى سكريند فور دايابيتس. والدايابيتس لازم في قفاها مين؟ علمتك الثايرويد. هم كلهم بيجيبوا بعض. يعني لو جبت لك الولد ده في شكل انتستاينال مانيفستيشن وبدا يجي له بوليوريا وبوليديبسيا كتير يبقى جاله مين؟ دايابيتس. دي مهمه جدا جدا. بدا ينام وزنه يزيد شويه ويبرد ويعمل هايبوثايرويدس. ليه تحليل اهبل قوي؟ منظار واخد عينه من الانتستين هدخل الاقي الميكوزا مالها؟ لا فلات. والفلاي اللي كانت حلوه زي الشجر كده وطالعه ومنوره اتروفيك. اروح طالب انتي بوديز ضد الجلايدين الاقي تيشو ترانس جلوتامينيز وانتي جلايدين انتي بودي وانتي اندومايسيليال انتي بودي. السيلياك فيه 12 او 13 انتي بودي لو بتعرف تعد ما لهمش 30 لازمه. قول له في انتي بوديز وخلاص. اي اسم تستلطفه احفظه. بتعمل له ثلاث تحاليل بامانه سيرولوجي واندوسكوبي وجينوتايبنج. جينوتايبنج زود كلمه جينوتايب. علاجه شيل ده من ده هيستريح العين. هو بيتعب من الجلايد او الجلوتين يعيش على حاجه اسمها جلوتين فري دايت. جلوتين فري دايت هيخلي لك العين يكبر يخلي الميكوزا تترحم شويه من الاريتيشن لان كتر الضرب على الميكوزا كتير هيقلب بايه؟ بماليجنسي. يعني المرض ده ات هاي ريسك اوف ماليجنسي. مسموح لك بالشوفان بس. ده من الحاجات بتاع الاكل والشرب. ممكن تدي الشوفان مفيش مشكله. كلمتين بقى على الجروس دلوقتي كلها وانت معدي كده في الاورال لو جسر كونستيبيشن ستول هارد انفريكوينت. خلاص هارد او انفريكوينت المفروض ان العين الطبيعي يجيب سوفت ستول. طب لو غير رايه بقى هارد كونستيبيشن. اي ستول بيتغير في الكونسيستنسي من لوز لهارد بقى كونستيبيشن. طيب انا عاوز اعرف ليه الطفل عنده كونستيبيشن؟ قول لي يا الطريق مسدود اورجانيك يا رد فعلي فانكشنال. ناخد الاول الطريق مسدود. كم مثال كده عشان نخلص. كم مثال ما تزودش. الاورجانيك كوز. ايه رايك في ولد مسدود؟ امبرفورتينوس عنده امساك. الانتست المقفوله عنده برضه امساك. الانتست ما بتتحركش. الطريق نفسه تحت فيه مشكله زي دي. طبعا الانتست ما بتتحركش في ده اللي هو سيستك ايه؟ ليه؟ عشان المخاط اللي جوه الانتستين ثيك اسمها ميوكوفيسيدوز فبتبقى ثابته.
ولد عنده الكهرباء في اخر الانتست مش موجوده في الانتست القافله. مرض اسمه هيرش سبرانج ديزيز او الميجا كول او السباينال كورد والمصل والنرف اللي بتغذي المنطقه دي بايظين. اي سباينال كورد تيوب بروبلم زي النيورال تيوب ديفكت او خبطه، اي مصل ديزيز زي المايوباسي او الالكترولايت اللي بتبوظ حركه الامعاء على راسهم الاثنين العمالقه دول، الهايبو ايه والهايبو ايه؟ هايبو كالينيا وهايبو كالسينيا ما بتحركش، ما احنا خدناها من شويه بتعمل باراليتك ايه؟ سيريس. فالواد يجيله كونستيبيشن. حلوين قوي دول، كتر خيرك اطلع فوق. الواد ما عندوش اورجانيك كوز ولا حاجه، الباب مفتوح اهو والانر كانال مفتوح والستول قدامك، لو عملت بي ار اول ما تحط صباعك تلاقي الستول في وشك. طب ليه مش راضي يخرج؟ عشان الواد لما بيجي يخرج الستول ده اهو بيحس بحرقان ووجع، فيروح عامل ايه؟ اوبن. هو ليه قافل كده وقافش جامد؟ حاسس بوجع. مجرد ما تديله انالجيزيا والوجع يختفي هيروح ايه؟ ليه الواد اللي كان فوق ده ما بيبلعش السلايفا وبيريل؟ عشان بتوجعه. اروح انا جايب مسكن صغير كده ورشش رشه على بقه الاقي راح بلع السلايفا واختفى خالص. نفس الكلام اهو، ده ولد عنده فلانتري ايه؟ وذ هولدنج، يعني هو عامل هولدنج لنفسه فلانتري. ليه؟ عشان عنده بينفول ديفيكيشن، في شويه انفلاميشن خفيف عند منطقه الانا اريا. فيقوم الولد اجي اعمل له ريكتال اكزامينشن الاقي ستول ولا ما الاقيش؟ الاقي وكل حاجه موجوده من كتر ما لقينا الكنال بقى لودد. حصل حاجه اسمها انكوبوريسيس اللي هو اسمه ريتنشن اوف اوفر فلو. حضرتك فاتح الحنفيه بتتوضى بقوه جامده قوي، الحوض بدات الميه تزيد 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 لحد ما يتملى، تقوم عامله ايه؟ تقوم نازله على الارض. ده اسمه الرشح اللي بعد الامتلاء اللي هو اسمه ريتنشن اوف اوفر ايه؟ فلو. هل في اورجانيك كوز سالب الطريق؟ خالص، ده في وجع. وانا لما اعمل الواد ده ريليف للبين ايه اللي يحصل له؟ يباص طول عادي. يعني هنا نو اورجانيك ايه؟ اوبستراكشن. كل اللي هتقوله نو اوبستراكشن، في بين فولديفيكيشن، الركبه ماله؟ فليه فولي فولي لودد بالكامل، مستني بس حد يخرجه. انما العيال اللي فاتت لو عنده مثلا انتستاينال اوبستراكشن هلاقي الركبه تحت ماله؟ فاضيه. الناس بتوع الهرش سبرام كل الاريا اللي تحت دي مالها؟ فاضيه. انما ده الوحيد اللي عنده الركبه ماله؟ فليه. حلو جدا دول. بس هيرش سبرانج كلمه دي بتجيلكم اكس راي. هيرش سبرانج معناها غياب الكهرباء الجانجليا في منطقه الريكتم والسيجمويد. 80% من الناس بتبقى ريكتم والسيجمويد، ممكن توصل لحد البق ينفع. اللي عليك بتاعت الريكتم والسيجمويد ما فيهاش كهرباء فعامله كده. ما بتعرفش تستجيب للاكل تستنى. الانتستن عامله كده. يعني فيها ايه؟ اوبستراكشن. 80% فين؟ ريكتو سيجمويد. بص الواد يجي لك بايه؟ الواد يجي لك في النيونيتال بيريود ما بيعديش ميكونيوم خالص، بعد الولاده مستنيه يجيب ميكونيوم ما بيجيبش لان مخرج الانتستين ماله؟ مسدود. يكبر شويه يجي لي بكرونيك ايه؟ كونستبيشن وابدومينال ديستنشن. نيجي نبص، بص الكولون الحلوه اهو الريكتم والسيجمويد جميله اهو، ده ماله بقى؟ قافل كده وشرانكن خالص، ما فيهوش كهرباء. طب والنبي احلف ان ما فيهوش كهرباء. هاملة الواد ده بباريوم. الاقي الباريوم تحت خيط كده فايبر. وفوق الكولون ماله؟ قد كده، فيسموه ايه جانجليونيك؟ ميجا كولون. ليه الكولون بقى ميجا وسولن؟ لانه بينزل يتملى والمخرج ماله؟ مسدود، فبيبقى كبير قد كده اهو. بيجي لكم انتستين كتيره كده 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 وبعدين جاي في الاخر مسحوبه زي النقطه بالظبط. اسمها ميجا كولون. بتشخص بالبايوبس، بندخل جوه الريكتم ونعمل نيجاتيف بريشر يروح لازق البروب. البروب بيبقى كده وفي خرام من هنا. اول ما تعمل نيجاتيف بريشر يروح لازق في الميكوز، تروح شد وخارج بيه، تروح عامل حاجه اسمها ساكشن ريكتال ايه؟ بايوبس. هل هتلاقي نيرف اندنج جوه الميكوزه؟ لا. اسمه ايه؟ جانجليونيك. ايه يعني مفيش ايه؟ جانجليونيك. نيجا كول ده بيعملوا له عمليه قبل قوي اسمها ريسكشن وانستوموز. ممكن تحتاج منك عمليه قبلها مؤقته اسمها كولوستومي، ان انت تنقل فتحه الاسطول على الابدومينال وول وتنضف بقيه الكولون وتعمل بريبريشن وتدي مضاد حيوي، وبعد ما تخلص يبقى بريبير تشيل وترجع الحته دي تاني مكانها وتقفل فتحه ايه؟ الكولوستوم. الكولوستوم اللي هو فتحه على الانتيريور ابدومينال وول، بنحط له كيس كده وحزام بيجمع فيه الاسطول لحد ما ننضف المنطقه اللي انت هتشيلها دي كلها. الميكلز كلمه ميكلز زي الابندكس بالظبط، البتاع الصغططه ده زي ده. ميكلز موجوده في 2% من الناس،
2 سنتي من الاليوثيكال فالف موجود فيها تو تايبس اوف ميكوزال ميركلز اللي زي الابندكس بالظبط، موجود فيها يا اما السمك يعني اسيد سكريتنج سيل يا اما بنكرياس. طب ما انت مرعوب ولا مش مرعوب؟ اه. لو حصل انفلاميشن في الميكوزا دي، دي كارثه كبيره جدا، عايز بيجي الابدومينال بين عنيف جدا جدا ويقعد ينزل من اسباب البليدنج بالرد. واحنا خدناها شويه كانت واحده من اسباب مين؟ الانتستسبش. يبقى الوضع كل اللي حصل عنده ابدومينال بين نتيجه الانفلاميشن، ابدومينال بليدنج بسبب الميكوزا اللي موجوده اللي هي مين دي هي وايه؟ يا جاستريك ميكوزا يا بنكرياتيك ميكوزا. كل اللي هتقوله له بحقنها بماده ريديو اكتف اللي هو التكنيشن. مين اللي بيقول له اطيك؟ الميكوزا اللي جواه اللي هي بتاعت مين او مين؟ بتاعت الجاستريك او البنكرياتيك، بتلاقيها موجوده ومجمعه كتير كده انفلين. طبعا اي بني ادم عنده البتاع دي كل 10 بني ادمين او كل 100 بني ادم اثنين منهم عنده ميكوزا. الجراح عارف اول ما بيلاقيها هو شغال بيعمل اي حاجه، والاهل بيعمل ايه؟ حتى لو مش انفليم لانها لايبل فور انفليميشن، بدل ما افتح لها عمليه لوحدها وابقى قاعد حاطط ايدي على خد وهي ترى هي ولا لا. فكده كده هتتشال صفر. ده اخر موضوع هو والاثنين اكس راي اللي بعده اسمه ديسفيجيا. كلمه طبعا الجي ار تي زاد كتير، الجي ار تي كان اخره السنه اللي فاتت دي لحد الاورال ليشنز بس. بس كل اللي انت شايفه ده زي المهازل اللي في النيورو والمهازل اللي في كذا شهر. كميه منهج مش طبيعيه، مفيش طالب يقدر يسد. وده انا بكلمه الطالب فاهم ان احنا بنسوق لحاجه، الطالب هو امان اخوك ومنتهى الاحترام، احترمته واحترمه. انا لو عارف ان في طالب هيسد قلت له اتفضل وريني، مش هيسد لو هو مين. هي المشكله ان الناس مش واخده بالها من القصه دي، الكميه رهيبه. عشان خاطر بس اهدى شويه وانت بتذاكر، بلاش الاتيتيود اللي انا شايفه ده، ما تدورش على السطر والكلمه خالص. لو جبت لك موضوع الاسفيجيا هتكتب ان انا عندي صعوبه في البلع، ديفكت سوالوينج. طبعا في واحد بيبلع بصعوبه، واحد تاني بيتوجع مع البلع اللي هو بيبقى عنده بين، ده اسمه دايموفيجيا اللي هو لما يبقى بين. طيب ماليش دعوه انا بقى بالفيزز والكلام الهبل ده، انا عاوزك تيجي من هنا على طول وتقرا اسباب الدسفيجيا ايه. هتقول له اول محطه اسمها اورو فرنج لحد هنا، والثانيه بتاعت الاسوفاجيه اسوفاجيه بس، ده كلمتين ده كلمتين. سلام عليكم. الاورو فرنجل خدنا النيورو مع بعض وقلت لكم ان كل مره النيورو بيبوظ عندهم منطقه البالبر اريا اللي هي البلع اللي هي المنطقه الخاصه بالمضغ اللي هي بتطلع كام نيرف؟ 4 9 10 11 و12 فيهم البيبس اللي هو مسؤول عن البلع. اي مريض عنده نيورولوجيكال ديس اوردر زي السيريبرال بولس وزي الاستروك وزي المصل ديزيزز المايسينيا جريفز والمصل ديستروك، دول عندهم حاجه اسمها ايه؟ نيورو ماسكولار ديسفيجيا اللي هي بين قوسين بالبر بولس، اللي هي اول كلمه فيها كانت ايه؟ ديسفيجيا وديس ارتري. دي واحده. المريض الثاني اللي عنده هو مريض الانفكشن، سواء كانت سي ان اس انفكشن حاجه سبيسيفيك زي المننجايتس او زي البوليو او زي الهربس، ما هم دول كانوا بيعملوا برضه انكفاليتس ومننجايتس وبيعملوا بالبر ايه؟ بولسي برضه. ملاحظ ان دول كلهم في نفس الكلمه دي ايه دي؟ بالبر نيورو، كل النيورو هتلاقي كده لما نيجي ندرسه ما بيعرفوش يبلعوا عشان انت ضربت المطاطه فسموها بالبر بولس. ايه تاني ممكن يخليني ما اعرفش ابلع؟ دي حاجه اورجانيك بقى. هتقول له يا اما الفارس اتحرق بميه نار زي مين؟ كروسس. يا اما الفارنس حد عمل فيه انفكشن وانفلاميشن وابسس زي الفارنجايتس والايه؟ والابسس، او حد دايس عليه من بره زي مين؟ الليمف نود او الثيرويد. يبقى انا ما عملتش غير البلبر سيمتوم اللي فوق، الفارنجيال كوزز والكمبريشن، ومن جوه فيه انفلاميشن وابسس وكروز. حلو جدا ده. وانت هتدخل على اللي بعده اللي هو الاسوفجس وتحط مشاكلك. مين اللي بيخلي المريض ما يعرفش يبلع نتيجه وجود خلل في الاسوفجس؟ انت قايل من شويه الجلد بيعمل فيبروزس ريستركشر، حاجه اسمها اكاليزم. رقم 2 ان انا عندي حاجه اتحشرت في الاسوفجس زي فورين بودي او فيبروزس. وانا بمليكم درس الجلد قبل كده في محاضره الشرح الراسيه واحنا بنرسم، قلت لكم اعرفوا ان في اذر تايبس من الجلد اسمها نان جلد اسوفاجايتس، ومليكم 2 يا ايزينوفيليك الله يكرمك، يا ايزينوفيليك اوستوفاجايتس يا بيل اوستوفاجايتس. وقلت لكم البيلز دي اللي هي الناس اللي بتشرب القرشان من غير ايه؟ من غير ميه، عشان في بعض الاستاف
وانتوا بتتكلموا في قصه الاستفاجايتس بتاع الجرد بيقول لك طب واحد عنده استفاجايتس من غير جرد زي مين؟ قول له اثنين، يا ايزينوفيليا مهاجمه الاستومك او الاسوفاجس وبيعمل حاجه اسمها ايزينوفيليك جاسترايتس او استفاجايتس، يا واحد بياخد هيستوري اوف عند النوم كده الناس اللي هي شويه الى حد ما كسوليه شويه بروح حاطط البرشامه كده وايه؟ وبلاها عشان ما يقومش يجيب ميه، مره في مره بتستك بمين؟ بالنيكوز وتقعد تريليز 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 مكانها زي ما هي، فتعمل حاجه اسمها بالاوستوفاجايتس خصوصا لو هي من المسكنات زي الاسيد الاسيتايز فاليسيليك ايه؟ اسيد اللي هو الاسبرين خلاص؟ ده اكس راي اللي هو الكروسيف، طب سواء كان اسيد او الكلاين طبعا اشهر ماده اسيدك العيال بيعملوا لها كروسيف او بيبلعوها هو البكتيريات المايكرو بكتيريات اللي هو السلفوريك اسيد اللي هي بتتفتح كده ليها بتاع بلاستيك بتلفها بايدك قويه قوي. دلوقتي البطاريات كلها جافه فبداوا ياخدوا المواد اللي هي زي المضاف اللي هو شبه اللبن ده، الولد بيشربه من هنا بيعمل بيرننج بين عنيف والسرز وادهيشنز ويخلي البلع بعد كده مزعج ومقلق. هيسالك ايه مشاكل الكوروسيف؟ بيعمل فايبروزز وستركشر كتير جدا جدا في الاسطوانه، طبعا بتشخص بالاكس راي وبالمنظار. السؤال اللي بيجي على البتاع دي المنظار امتى يستخدم فور دايلاتيشن؟ والباريوم امتى يستخدم فور انفستيجيشن؟ لازم تبقى المريض انا اول حاجه لما يجي لنا المستشفى يعمل له اكس راي عشان يشوف هل في جزء دخل الرئه ولا لا اللي هو الاسبيريشن. النقطه الثانيه بنبدا انيشال اندوسك، المنظار الاولاني اللي بنعمله بنبص بيه بس ما نقدرش نعمل بيه ايه؟ اكتر من كده، لان لو دخلت عملت اي انترفنشن وتشوف شربه كده هيحصل تير رهيب، فده بس استكشاف. الابر جي اي تي سيريس اول باريوم بعملها للولد في الكروسف بعد كام اسبوع؟ بعد ثلاث اسابيع لحد ما يكون حصل هيلينج او استرتش، لان لو صبيت الباريوم وهو لسه شاربه هيدخل في الدهاليز دي كلها ويعمل ميديا ستاينايز، يبقى انا عملت باريوم بعد ايه؟ ثلاث اسابيع. والمنظار اللي بستخدمه هتلاقوه مكتوب اهو بعد شويه اهو، الاندوسكوبيك دايلاتيشن اللي هنستخدمه ده امتى؟ بعد شهرين. انا استخدمت حاجتين في العيال، الباريوم بعد كام اسبوع؟ اسبوعين او ثلاثه، والمنظار بعد ايه؟ شهرين عشان تثبت ده اسبوعين وده شهرين، ما بينهما كنت بدور بالاكس راي على اسبيريشن او ببص بعيني على ليش؟ ايه مشاكل الحاله دي؟ كل اللي بيبلعوا كوروسيف الاسوفجس بيدفع الثمن، يحصل له يا استريكشر يا بيرفوريشن وطبعا الخرم بيجيك على مين؟ على ميديا سبايك. العيل نتيجه انه بقى متبهدل وفايبروتك بدا يخس ويت لوس، وطبعا الرئه ممكن تبقى كاسه بعد كده لحدوث ريكرنت اسبيريشن وهاب. اخر حاجه علاجه ميديكال، بدي انتي بايوتيك وكورتيزون، منظار بعد شهرين عشان الدايلاتيشن، ولو دخلت لقيت الاسوفاجس كل سنه متغير الحرق اغلبه بقى فايبروتك بشيله واعمل حاجه اسمها جاستريك بول اب واجيب كولون احطه مكان الاسوفاجس. بيجيبوا الكولون حته بالكولون يعملوها اسوفاجس او يشدوا الاستومك يطلعوها في صدر الولد لو كانوا شالوا نصه مثلا. حاجه اسمها جاستريك بول اب، طبعا ده مريض بيعيش بايه؟ بجلد على طول بجلد على طول. الفورين بودي ده بيجي، الصوره دي بتيجي الصوره دي بتيجي. الفورين بودي اللي بيجيبها دكتور ايمن الكوين والديسك باكت. ايه الفرق بين الكوين؟ الكوين تلاقوها دايره واحده كده، الديسك باترز بتبقى دايره كمان حواليها، يعني ليها كام ريم؟ اثنين، ده البطاريه بتاعت الساعات او بتاع الموبايلات بتاعت العربيه والحاجات دي. الكوين ينفع سيب العيل يبلعه ويتكل على الله لحد الاخر وينزل لوحده، لانه قدر ما بيعملش ريليس. انما الباترز لازم تدخل تشيله، ليه؟ لانه بيريليز كيميكالز فيعمل ادهيشن وفايبروسس. هنعرض عليك بعد شويه طبعا بيفرق الكوين هو شارب ولا لا، هو انرت ولا رياكتيف. مشكله الكوين دايما في العيال او الفورن بودي انه بيسد الطريق فبيعمل ديسفيجيا ودرولينج اوف سلايفا وريكرنت اسبيريشن. المنظار واحد من الحاجات اللي بتشخص بيها وواحد من الحاجات اللي بتشيل بيها، ينفع دايجنوستيك قد ايه؟ طبعا حسب النوع. ده ولد بالع اهو حاجات اهي، وبرده نفس القصه تحت. طبعا انت بتبقى خايف من حته ان يكون في كيميكال ماتيريالز موجوده في الفورم بودي تدخله تبدا تعمل لك اريتيشن وفايبروز. انما لو انا اكسسبل ان انا ادخل اشيله من الاول بعمل ايه؟ منظار وبشيل. طب انا اعرف منين هو سد الترقيه ولا ما سدهاش؟
من الاكس راي اللي بعملها اللي هي الانتر بوستيرور واللاب، لو لقيت لانج كولابس بحيث ساعات بيبقى واقف في النص هنا، انا مش عارف هو في التراكيه ولا في الاصابه. فالاكس راي اللي بتتعمل لاترال وانتر بوستيرور بتقول لك لو في ماسف كولابس يبقى هو داخل في مين؟ في مين برونكس وقفله. عشان كده احنا بنعمل اكس راي انتر بوستيرور وايه؟ ولابس. هتفتكر ان في كوين ومثلا ممكن اوريهم لك حالا دلوقتي مفيش مشكله خالص. والاطفال كتير قوي منهم بيبلعوا الكوين زياده كده. يعني انا اقول لك حاجه بسيطه قوي عشان برضو ايه تراجع معلومات عشان الدنيا تبقى ايه لطيفه شويه. كده على ده راجع كده معايا بسرعه كده وانت قاعد. ده اول اكس راي بتجي لك في الامتحان اهي. اتفرج كده بص كده على دي. اول ما تشوفها من اخر الدنيا دي ايه؟ ده نازله وطلعت، نازله وطلعت، دخلت وقف. دي ايه دي؟ ده كيرف جراي. اكس راي، اكس راي شيست وهارت فيها ايه؟ فيها راي التيوب اللي هي نزل جاستريك تيوب كيرفت في الابر اوسوبيوس. طبعا اي حاجه هقول انا كاتبها في الاكس راي البيشن سنترلايز اون اكيج فري نزل جاستريك تيوب ستين في الابر اوسوبيوس مالها كيرفت. وبعدين بروح البحلق على المعده. انا عندي ايه ده؟ يا ده نزل وما كملش، ده نزل ورجع. ببص على المعده لقيت المعده فيها هواء كده، بقول له في جاستريك اير بابل ستين تراكيوس وشيرفيس. ما لقيتش المعده ظاهره، بقول له نو جاستريك اير بابل ستين نوفي في حاجه اصعب من كده ولا ايه رايك؟ ساعدني عشان اساعدك، انا جاي اللي لك الدنيا واساعدك، مش جاي اعمل حاجه خالص، انت لست مجال للمناقشه اساسا خالص. بص على دي، بعد ما دخلت من الاسطفجس لقيته مسدود، جيت ادخل المعده برضه لقيتها مسدوده. لو المعده ده الاسطفجس ودي المعده، قلت لك ده اسمه بريم سوالو وده اسمه بريم ميل. ميل ساعه ما بخلص الميل واجي اخرج الاقي نقطه وبعدين الشمسيه. اسمها ايه العلامه دهش؟ اسمها مشروم سايل او ادرينالا سايل. هقول له في باريم فيلنج الاستومك دايليتد والنارو اوتلت بتاعها. دي اكس رينز ايه؟ وز باريم. ايه السايل الشهيره دي؟ سترينج سايل. كده يبقى احنا حبايب وحلوين، لا بقول لك حاجه وهم ولا حاجه. ده برضه اهي وجاي طالع من البيلور الكمال بالراحه وراح فرش عامل الامبريلا او المشروم. ده اسمه سترينج سايل وده اسمه مشروم او امبريلا سايل. دي من غير اكس راي خالص، دي من غير باريم يعني مش هديلك طبعا. اهي شكل المعده اهو لما ملاناها بقت المنظر ده. دكاتره وده الاصابه مش عارفه ايه، مش عارفه ايه تخرج، مش عارفه تخرج، مش عارفه تخرج. طيب ده اسئلتها بحاجتها اهي. هيقول لك ده ولد ده ثلاث اسابيع جاي بريزستنت فوميتنج وعنده كونستنت هانجر، عملنا له الاكس راي طلع منيل كده، وادي اسابيع وبيرجع خلص. شوف الكومنت اكس راي على الابدومين وزباريم ستومك دايليتد نارو بايلوريك كانال سترينج ساين فيلير اوف داي ديليفري تو انتست. فشلت الداي انها تديليفر لفين؟ تبقى مسدوده على طول المعده، ما نزلتش التست. ايه علاجها؟ سيرجيكال بايلورو مايوت واصلح الدي هيدريشن ورش رش على الواد كده. ايه رايك في الواد اللي شارب كوروسيف؟ بيجيبها كتير زي الفار. اسوء اكس راي في المعده، اكس راي اهي لاترال فيو ظهر الولد قدام الاسوبجاس نازل عادي وبعدين نارو 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 وبعدين رجع كامل. النارونج ده بيسموه ديل الفار. ديل الفار اللي هو المنظر ده اللي هو هي نفس الاكس راي بغباوتها كده بحلاوتها زي ما هي كده. هتبص تقول له ده الريد ديل ابيرنس، الابر بارت بتاع الاسوفجاس دايليتد، والميد بارت بتاع الاسوفجاس ماله؟ نارو بس دايليتد ابر بارت نارو ميدل بارت ريد ديل ابيرنس خط الدارك. ايه علاج الواد ده؟ سيرجن بتعمل له ايه؟ دايليتيشن بعد كام؟ شهرين صح كده؟ طب والبنيه اللي هم عاملينها دي بعد ايه؟ اسبوعين. خلاص عشان ما نقعدش ندوخ بعض ولو في الكترولات صلحها. الابدومين الانتستن بقى لما بتتسد، لما بتتسد الانتستن عندك نوعين، يا ديودينال اتريزيا يا انتستانال اوبستراكشن. ايه الفرق بينهم؟ لو لقيت بالونتين غاز بس اثنين بس اسمهم دبل جاز بابل. اول غاز دي انت عارفها، اول جاستريك اير بابل دي انت عارفها بتاعت الاستومك، وبعدين دي بتاعت الفيرست بارت اوف ديودن ورحت قافل بعد كده. فكل البطن بقت مالها؟ ابيض جازنس، لان الواد ده عنده انسداد فين؟ في السكند بارت بتاع ديودن. ففضل الفيرست بارت ابيليتد وقبل الفيرست بارت كان في مين؟
استومك، يعني هقول له الفيرست اير بابل بتاعت ايه؟ استومك، والسكند وان بتاعت الفيرست بارت اوف ديودينم، لان انا سديت بعدها. يبقى كده البطن اللي فوق فيها كام جاز بابل؟ اثنين. ومن تحت فيها كام جاز بابل؟ ولا واحده. بقول له جاز مس، البطن دي فاضيه، البطن دي فاضيه، البطن دي فاضيه، ما فيهاش غير بالونتين. طب يا مليانه يا دكتور من تحت؟ مش مليانه، الهواء لو موجود بيبقى لونه اسود، مش موجود بيبقى لونه ابيض. الرئه لو فيها هواء لونها اسود، ما فيهاش هواء بتبقى تش وبتبقى لونها ابيض. يعني كانها كولابس دماغ؟ مش كانها، هي كولابس، هي انتستين كولابس تش. نطلع بقى سيبك من دي، طبعا ده بيجي في بيليس فوميتنج والكلام ده. دكتور انا عندي سؤال، هو دلوقتي بتاع البروسيس عقبال ما بعمله الفاليو بعد 2 ويكس بعمله ايه ساعتها؟ يعني هو جاي لي شال البروسيس بعمله ولا اي حاجه خالص؟ كونزرف اللي شيله وشيله، لا بخليه يرجع ولا يعمل اي حاجه، لان لو خليته يرجع انا متخلف، يبقى الباريو بتاعنا دخل كميه نار وانا طلعته يحرق تاني وتاني. هو خلاص بينزل بيبقى دايلوت بمنتهى الموضوع على كده، بيبدا بيدخل زيه زي الاسيد اللي في المعده. ما دام وصل المعده مفيش قلق، لان المعده ايه؟ ما هي فيها قلق منه. ما هيش مشكله، هو الكارثه في الحته اللي فوق دي بس، انا عديت عليها ما ينفعش اخليه يعدي عليها تاني، يبقى انا دكتور يقول لي خالص يعني. صح؟ بص كده على ده. ده عنده كام جاستريك اير بابل؟ كام فلويد ليفل؟ كتير. عنده 1 2 3 4 5 6 7 8 9، بص ده اسمه فلويد ليفل مالتيبل. احنا عندنا نوعين من الانتستينال اوبستراكشن، يا ديودينال اتريزيا عامل دبل، يا كتير بنسميهم مالتيبل اير فلويد ليفل. ليه الناس اللي عندهم انتستينال اوبستراكشن بيجي لهم مالتيبل اير فلويد ليفل؟ لان لما تسد الانتستين الاكل بيركض في الانتستين نفسها، فيحصل فيرمنتيشن، تلاقي تحت اكل وميه وفوقيه مين؟ جاسس. الجاسس لونها اسود والشرب دي فيها الميه، الفلويد ليفل. فده عباره عن اير فلويد ليفل، اير فلويد ليفل، اير فلويد ليفل، مساطر هي مسطره. ده انتستينال اوبستراكشن، مالتيبل اير فلويد ليفل. الابر بارت بتاع البطن ماله؟ بستندد، واللور بارت اهو، اللور بارت اهو، اللور بارت اهو جاسس. هما كلمتين، الابر بارت ديستندد وذ جاسس، واللور بارت كل لابس بين قوسين جاسس. وفي النص يا هكتب يا ايه؟ يا مالتيبل اير فلويد ليفل يا تو تو جاس بابل، اللي هم ديودينال اتريز دبل جاس بابل. كل حاجه مكتوبه، لو سالك كلينيكال برزنتيشن مكتوب، الكومبليكيشن بتاعته ايه، بتحصل نتيجه ايه، او التريتمنت. طبعا بنحط اوبن راي عشان تفضي الغازات، بنعلق فلويد ما بناكلش، لان هناكل من طريق مايو بسدود، وبنقول له عمليتك بكره ان شاء الله او النهارده او بعد ساعه، لانه لازم سيرجري. جيت خرمت الانتستين وطلعت هواء بره في البطن، بص كده في هنا اورجان ناقص كان يبقى لازق هنا، هو مين؟ الليفر. الليفر اتزق كده، والكوبيلا بتاعت الديافراجم بقت عاليه كده، وفي لون اسود بين الليفر وبين الشست. مين اللون الاسود الوحيد في الاشعه؟ الهواء. هواء فصل الليفر عن الديافراجم وعن الشست وول، اسمه نيومو، يا اما نيومو فوركس في الشست، يا نيومو بيريكارديوم حوالين القلب، وريتكم ده وده. يا نيومو ايه المره دي؟ بيريتونيوم. نيومو بيريتونيوم لون اسود تحت الكوبيلا، فصل الليفر من مين؟ من الكوبيلا ومن التشست. بقول له اير اندر دايفراجم او نيومو بيريتونيوم. بصوا هو لسه كميته صغيره، بص على الرسمه دي وانت تفهم. دي الجاسس بتاع مين؟ الاستومك. بص الكوبيلا بتاعت الدايفراجم اترفعت، والليفر اهو، وبقى بينهم وبين بعض لون ايه؟ اي حاجه في الاكس راي لونها اسود تبقى هواء. هواء فين؟ تحت الدايفراجم. يبقى اسمه ايه يا دكاتره؟ اير اندر دايفراجم. بيسالك مين يا دكتور؟ كل اللي هتقوله ان الابدومين كليرلي ديستندد، نفس الكلام بنفس المصطلحات، اللي هيشيل كلمه ماليش فيه، لان الموديل انسر بيتكتب كده. الليفر والانتستين مالهم؟ واللاكسيد ميديالي. وان البطن مالها؟ كليرلي ديستندد، واضحه جدا جدا. وان العيان ده عنده فري اير اندر ايه؟ دايفراج ان ذا بريتونيال كافيتي. بعد ما قلت دول هقول له ان العيان ده بيجي بابدومينال ديستنشن وذ ريسبيراتوري ديستريس. ليه حصل؟ يا اما رابشر اوف ايه؟ فيسكس، يا اما حصل بريفوريشن لمين؟ لتيفويد اكثر، يا اما يا عم الواد ده كان جاي في حادثه وهو في العربيه حاجه شارت زي حته حديده او حاجه دخلت في بطنه خرمته، او واخد دان شوت. مفيش اي مشكله خالص. ده الشك. ده فين له حاجه فوق؟ تيوب او حاجه؟ لمين؟ لا ده الاي سي جي ليدز والحاجات اللي عليها، اللي هي الوصلات اللي بتبقى في الرعايه. ده انيمال، انيمال مشيت 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 وجيت لحد هنا ولقيت راس راكبه فيها كده. بص الشادو بتاع ايدي، شايف مين اللي واقف مكان ايدي؟ هشيلها ايه؟
الانتست اللي كانت داخله الستاين اللي انت شايفها دي اسمها ايه؟ لوبو. طب لو لف حوالين الهاوستريشنز تعمل الكويل سبريد اللي انت شايفه ده، لان الانتست انت عارفين ان هي ليها هاوستريشنز كده، فانا بلف حوالين الراس من بره بشكل كويل ايه؟ سبريد. كويل سبريد اللي هو الدعامه اللي هو المساعدين بتوع العربيه اللي هي بتاخد وتدي معاك في المطبات دي سوسته يعني. انما ده اسمه ايه؟ كلوسايت. دي ودي مسموع مع بعض ايه؟ انت السسبشن وده الشكل الشهير بتاعها كلو او منسكس سايت. خلاص؟ الواد ده بيجيب ريد جيل ستول وعنده مس عامله ازاي؟ سوسج وسنه من كام لكام؟ من شهرين لسنتين. حط لي بيك ست شهور بيدي شكل يا ايه؟ يا كول سبرينج يا كلوسايت. خلاص كده؟ مفيش اي حاجه خالص سهل. علاجه هنفخه الاول ما ينفعش اعمل له سيرجيكال ايه؟ ريدنج. اعمل له سيرجيكال ريدنج. بيجي لك ساعات بسيناريو اللي هو طيب قوي اللي هو الباروكسيزمال بين، وده بدا يحاول يسحبه تاني بعد ما كان بيحط سيناريوهات كتير بدا دلوقتي يرجع في كلامه مستخسرين في السيناريو. عنده سيفير كوليكي ابدومينال بين وفوق. ده المرض اللي انا لسه شرحه في الدقايق. بص كده اخر حاجه خالص في الريكتم حته سنه صغيره، سنه صغيره وفيها كل ايه؟ كبير قوي. مالكش دعوه بيه. ده عيان عنده تابر بكور. بص الريكتم عامل ازاي؟ نقطه بفكرك بمخرج مين؟ الاستومك. بس الثانية كانت مالها؟ استومك كبيرة. انما ده كولون ومش عارف يخرج، برضه كولون ومش عارف يخرج، اللي فوق دايليتد اللي فوق دايليتد. بقول له ده اسمه ايه جانجليونيك؟ ميجا كولون اللي هو مرض اسمه هيرش سبراند. علاجه؟ بيجي بكونستبيشن وابدومينال ايه؟ ديستنشن. عنده حاجتين، اقول له البروكسيمال بارت بتاعتي مايلد ليه؟ دايليتد. والديستال بارت بتاعنا ماله؟ نارو. نارو اللي هو بتاع الاريا اللي ما فيهاش كهرباء، ودي اكس راي ويز باريم طبعا. الانر الاتريزيا بتلاقي عيل صغير قاعد وحاطط له كوين تحت عند الانر الكنال. حاطط له كوين عند الانر الكنال. هو لو في انر الاتريزيا انت ممكن تشك ان الولد ده فتحه الانر الكنال هي الايه بس؟ مقفوله. وممكن تقول لي لا ده الانتستن بتاعته لحد فوق اتريتك. وارد ولا مش وارد؟ طب انا عاوز اعرف هو اي نوع فيه؟ هو بس ان الفتحه بتاعت الانر كانال مسدوده لو انا فتحتها كده هيعدي ستول؟ ولا هو الانتستن فوق كمان بعد الفتحه دي لمده مثلا 10 سم ما فيهاش هواء جازلس اتريتك؟ اروح حاطط له كوين على الريكتال اريا او على الانر اورج ومصوره بالاكس راي واشوف الغازات بتجمع في واصله لحد الكوين ده قرب ولا لا؟ تفرق معاك في ايه؟ انه كل ما الهواء الاسود يبقى قريب من الكولون يبقى الانتستين شغاله ومفتوحه لحد الحته دي، يبقى الواد ناقص له عمليه سهله قوي هي ايه؟ ان انا ادخل افتح الانر الاورفيس اللي معمول ده او الانر الممبرين ده بس. طب افرض لقيت الجاسس بتاعت الولد اخرها مثلا ده عيل مقلوب طبعا رجليه فوق وبطنه تحت، لقيتها هنا مثلا كده. مفيش جاسس خالص نازله لحد العمر. يبقى كل الانتستين اللي فوق دي مالها؟ اتريتك. محتاج ايه؟ ريسكشن اناستوما. خلاص؟ دي اللي هي بتاعت الايه؟ الاتريزيا. تبقى واخد بالك برضه لو بصينا عليها. دي اشهر سلايد على الاطلاق بتيجي في كل الامتحانات. ده من غير ما تقول. دي اشهر سلايد على الاطلاق بتيجي في كل الامتحانات. اللي هي اسمها ديافراجماتيك هيرني اللي كنا بنهري فيها من شويه. انا اديت انبوبه طويله في الشيست مين على طول؟ اسوفيجس. اسمه ايه لما ياخد الصبغه؟ سوالو. لما يملى المعده؟ ميل. لما يمشي في الانتستين؟ فور ثرو. ولما يدخل من تحت؟ طبعا انا مش مضطر كل حصه اقعد اعيد نفس اللي انا قلته عشان طالب بيحن عليا جاي النهارده وامبارح مكبر وقبله ناوي يعمل. مش دوري. محدش يزعل. انا الكلام ده قايله ان ديتيلز جميع انواع الباريم بجميع انواع الحاجات، لان اول يوم زي اخر يوم. انا عمري ما هاجي اقف على كل حصه اقول لك ده يعني ايه وده يعني ايه. فعذرا للناس اللي هي انا ما بجريش، انا قايل الكلام ده بالتفصيل مره واثنين وثلاثه. اللي تحت ده اسمه ايه؟ انما. انت ايه اللي حصل لو حطيت ايدي كده؟ تقول لي الليفت سايد بتاع الشيست حلو. طب الرايت سايد مش حلو. انت حاطط الباريم فين؟ في صدر الواد؟ في الانتست. ما ليه بالانتست؟ ايه اللي دخل الباريم صدر الولد كده في الرايت سايد؟ يبقى دي انتست مالها؟ نطت في صدر الولد. ملاحظين ولا في حد قاعد مش فاهم؟ لوكس من الانتستن اهي دخلت فين؟ صدر الولد. في الشست، لان الشست هنا كلير والشست هنا في انتست، يبقى في انتست نقطه في صدر الولد. ده حاجه اسمها ده فراجماتيك ايه؟ هرنيا. طب من غير ما تتصبغ اهي. هنيجي نشرح كمان يوم او اتنين اقول لك ان النمونيا بتبقى هيتروجينس كده.
بس النمونيا عمرها ما تزق الهارت بالمنظر ده. طب انت هنا شايف اوباسيتي هيتروجينس سيستك سبيسز كده عامل ايه في الهارت؟ شيفت للاوبوزيت سايد. وانت مغمض هل شايف الكوبيلا بتاعت الدايفراجم اللي زي دي؟ لا. اي حد عنده كوبيلا نوت سين معاها كونتينيويشن للغازات مكمله على الشيست زق الهارت للاوبوزيت سايد يبقى دي لوبس اوف ايه؟ انتستين لما اصبغها تروح ظهرالك. بس طبعا دي موجوده على الشمال وده عيان ثاني موجود على اللي دي. الولد ده عنده حاجه اسمها دايفراجماتيك هيرني بيقول لك اليوريت 2 كلينيكال ساين فيه اول ساين ديستن في البطنه ما عادش جاء انتست لانها ثبت البطنه ونطت فوق فعنده سكافويد ابدومين وصدره عنده ريسبيراتوري ديستريس عنيفه اجي اجيب سماعتي في سلامه نيه احط اسمع ما اسمعش لانج اسمع صوت انتستن جوه الشيست يعني عنده انتستاينال ساوند موجوده فين؟ في الشيست والابدومين مالها؟ السكافويد والواد بينهك. هل ده ينفع يتحط على امبو باج؟ ده لو اتحط على امبو باج انت قتلت لان الامبو باج هيقعد ينفخ الاسوفجس وينفخ الانتستين. كل ما الانتستين تتملى هواء تروح دايسه على مين في صدره؟ على اللنج. ما ينفعش يا جماعه الكلام ده. اما تلاقي العيل ده في الطوارئ الله يخليك ما تحطوش على امبو باج. ده عيان الدايفراجماتيك هيرنيا وده فيري كوم. ايه الكلينيكال ساين بتاعته؟ قول له ريسبيراتوري ديستريس سكافويد ابدومين شيفتد هارت بيتس عنده انتستاينال ساوند في الشيست وده بتصلح سيرجيكال. ده بتاع مين؟ الفورين بودي. ده ممكن كونزرفاتيف وممكن ريموف. بص الفرق بينه وبين ده لما نزل تحت اهو في المعده بعد شويه. ايه الفرق بينه وبين ده؟ هحطهم لك قصاد بعض. بص كده على الحرف وبص على الحرف ده. ده عنده تورم ده البطاريه ده الباتري. اول ما تشوف خلقه الباتري ده شوت بي ايه؟ ريموف. ليه شوت بي ريموف؟ عشان ما يحصلش كيميكال ريديشنز ويلزق مكانه ويعمل فايبروز. طب احلف انه بيلزق اهو اهو. بص ده اللاترال فيو اوسوفيلس باتري ستومك. ايه اللي حصل فوق الباتري؟ دايلاتيشن. وايه اللي حصل تحت الباتري؟ كونستريكشن. وايه اللي حصل عند الباتري؟ ان الضاي بقت ريتيند من فوق لتحت مش عارفه توصل للاستومك غير بالعافيه. يبقى ده عباره عن ايه؟ فورين بودي بين قوسين باتري. عمل ايه في الاوسوفجاس لاترال فيو؟ عمل ناروينج وستريكشن. البروكسيمال بارت اوف ذا اوسوفجاس از دايليتد والديستال بارت ماله؟ ما تلغيش ده ولا تحفظ حاجه ولا تعمل حاجه. الموضوع سهل ما دام انت فاهم خلاص. ده بالنسبه لقصه الفورين بودي بالباتري. طبعا الايد والسكال دول بتوع الثلاسيميا هو كده كده بيلغيهم اللي هو الهير والانف او الشعر اللي طالع من السكال وده قصه الثلاسيميا بيلغيه. حد عنده مشكله في ده؟ اه موجودين اند راوند فايت كنت بتوع دول دول الاند راوند فايت. هو الرسمه اللي على الشمال ايه؟ الرسمه اللي على الشمال بيجي لك اثنين انا ستين وستين. حلو كده دول ده سهل خالص اعبط حاجه هتاخدها في حياتك اسمه ستول اناليسيس مع الجي اي تي. لو انا جبت لك جي اي تي وقلت لك ده الستول بيجي بالمنظر ده بالظبط من غير السطر ده وده يعني انا اللي حاطط دول عشان تفهم بس. ستول اناليسيس الكونسستنسي لوز في ميوكاس في بلاد طبعا النورمال ما فيهوش حاجه نورمال نيلي. بيجي لك ستول مليان مخاط ودم. بص في خانه اسمها ار بي سيز وايز بلاد سيل وخانه اسمها اوفا بروتوزوا وخانه اسمها فاجوفايت. علمك لعبه هايله قوي مش هطول عليك واحد. لو لقيت الستول مليان دم وصديد ده باسيل ده ديزنتري اهو. لو لقيته مليان اوفا وبروتوزوا ده التشخيص اللي عندك اسكاريس انجلستوما شيستزوما مكتوب باسم الديدان اللي انت عاوزه. طب مش مكتوب اسم الديدان يبقى يا الحل في اللي فوق يا في اللي تحت. لو اللي فوق الار بي سي زورات بلاتس الاكثر من 100 انت كده لقيت في الاستول ايه يا دكتور؟ قول له دم فضيط ده باسيلا بالاسم سالمونيلا وشيجيلا وايكولاي والكلام ده. طب لو ما لقيتش هنا ولا هنا ولقيت الفات والفايبر هما اللي كتير ده مال ابزوربشن يبقى الاستول يا جاي الفات وفايبر يبقى ايه؟ مال ابزوربشن بالله عليك مليان دم وفضيط باسيلا بالاسم يعني بلاد دايريه اللي هما مين يعني؟ سالمونيلا وشاجيلا وايكولاي والحاجات بتاعتك الايكولاي كتير والفيس مش كتير الاكسجين. طب ما فيهمش دول هتلاقي جنب الخانه دي الاوفا والبروتوزوا مكتوب يا اميبا يا جياردي يا اسكاريس يا انجلستوما يا شيستزوما هم خمسه. ودول مكتوبين هنا مكتوبين بالاسم يعني انت كل العيال تقول ان هو عنده كذا.
هيسالك عليها ترو فولس سؤالين، وده ما بينزلش في الرقبة. بص عليه كده بسرعه عشان اخلص بس منه. الستول اناليسيس لو انا لقيته بالمنظر اللي ورايا ده، في ايه هنا؟ فيه دم وصديق، دم وصديق. قال لك هاي فيفر، ده بسيتر ديست هاي فيفر ميك بي بريزنت بكتيريا. العيان ده عنده بكتيريا الاوريجين او ده سبب بكتيريا الاوريجين وده بنقوله حاله جاستور انترايتس لايبل فور ديهايدريشن. طب ايه رايك السؤال ده اللي جاي ده بتاع الانتي بايوتكس؟ زيرو انتي بايوتكس، لان احنا اتفقنا من شويه الحاجات دي بتاخد انتي بايوتكس اللي هو المسيلر اللي هو ثيرد جينيريشن كيفالوسبور. طب لو قلت لك ات مي اوكير ديورنج ذا فيرست يير اوف لايف، عادي، ايه المشكله؟ عيل عند 6 شهور مامته بتحط له الاكل والبيبرونه والحاجات وتسيبها تقعد وما تنامهاش. في امهات بتدي البيبرونه النهارده مثلا الساعه 2 الظهر وتسيبها جنبها، والساعه 10 بالليل تروح تجيبها. ايه هي نكمل اللبن؟ لا يترك اللبن، لا يترك اي لبن. العيل ما كملوش لازم تفتح وايه وترميه، بيعمل اسهال على طول وبكتيريال كولونايزيشن. طب بليدنج بيرد طم اذا كومن برزنتيشن، ده هو اساسا بليدنج بيرد، ما هو اسمه ايه ده؟ بسيلري ديزنتري، يعني بلادي نظريا، يعني مش محتاجه يعني. طيب كونفالجن في ميك كومبليكيتد كيس ديترويت كونفالجن، يا عم فين بتكومبليكيت؟ طب وريني يعني ايه؟ معلش 100 دي اللي هي ايه؟ ارض ديز وايت بلاد سيلز، 100 خليه في الفيلم في الميكروسكوب النورمال دي من 1 ل 5 نورمال من 1 ل 5. بص كده ده برضو اهو ده النورمال في بازيك يصير لحد 5 رايت بلاد. ده عيل هو عنده ايه موجود؟ طلقات اسم ايه؟ قلت لك اول حاجه بص على ده عنده شيستوزوما، ده شيستوزوما اللي هي الشيستوزوما بتاعت الانتست. بيقول لي مترون ذا سول هو الدراكو في شويس، لا مش شيستوزوما، لا ده اسمه برازي كونتال. المترون ذا سول ده بيعالج ايه؟ الاميبا والجارديا بس، الاميبا والجارديا بس. طيب ات هاز it has a geographic distribution ليها علاقه بالموتر شانلز والسنيلز، may be associated with hepatosplenomegaly. الكرونيك كيسز منها اللي هو قصدي يعني غلطه الهايبرتنشن ممكن تيجي هيماتيميسيس وكلام من ده. نيفر افكت الفينيل دي بتفهم يعني ولا ايه؟ طيب هيماتوريا از ا كومن ويز ذيس كيس، دي بتعمل بليدنج للريكتوم. الثانيه اسمها شيستوزوما هيماتوريا بتاعت ال اليورينري بليدنج في الاخر تيرمينال هيماتوريا، تيرمينال هيماتوريا سيلف ليميتد كونديشن وذ نو نيد فور تريتمنت. حالة تريتمنت هنا برازي كونتيل از مانداتوري. مي كوز ديزيز ذات افكت الهارت واللنج، الشيستوزوما بتمايجريت في الجسم وبتعمل مصايب سودا وبتعمل حاجه اسمها كوربالموناري يعني تضرب الهارت واللنج، اللنج تبوظ والهارت يبدا يكبر كرايت سايد بسببها. Elevated serum iron is expected. انتوا واخدينها اصلا هي والجلبيستوما اسباب للايرن ديفيشنسي ايه؟ بنيجي وبتعمل بايكر، وقلت لكم بتخسر في اليوم الواحد من 250 مللي دم ل 125 مللي دم، هي او الانجلستوما اللي معاكم. دي الانجلستوما الاوكسيوريا سايد. دي دودة مين؟ هو انت مش هتبص في الفيلم كله غير على الاوفا والبروتوزوم، ما لقيتش تطلع فوق وانزل تحت، ما تقعدش تشد هنا. سهل عشان ربنا يسهلها عليك، انت لقيت هنا ايه اول ما وصيت؟ اوكسيوريس. قال لك هاي فيفر مين دي بريزنت مع الاوكسيوريس؟ لا. وطبعا سيبك من دول. الانتي بايوتكس مين هيلب؟ لا. او دي هيدريشن برضه لا. الدوله دي ما بتعملش غير رقم 5 ده اهو. بتعمل ايه؟ تشيتشن. وبتعمل اللي بعده برضه. ميك كوز نوكتورنال ليوريس، بتعمل تبول لا ارادي لا ديف العالي، واللي بعده برضه تبع كل الفاميلي ممبر شود ريسيف الايه؟ التريتمنت. طب الابدومنال فين؟ لا هي دي اكسترا انتستاين، دي اكسترا انتستاين. انت عارف تعمل كلمتين، انها بتعمل العيله كلها وانها او اي حاجه عاوز تعرفها برضه اي حاجه من دي مش هتكتب حاجه، انا مجمعهم لك في اخر السؤال. يعني بص الاجابات دي كلها انا عاملها لك اهي معلومات اللي عن كل دول ايه؟ الشيستوزوما، الاميبا، البياردية، الاوكسيوريس، الاسكاريس، هي بتعمل اتشنج ما بتعملش ابدومينال بين، بتعمل انيوريسيس وبتتعالج بدواء اسمه فلوبندازول. كل الفاميلي ممبر شوت بتريت عشان يجوده ايه؟ انفكشن. طب حل كده الانتلستوما دي. انتلستوما كل الفاميلي ممبر شوت بتريت، مفيش ديدان بتعمل اوتو انفكشن ولا بتحتاج تريتمنت لكل الفاميلي ممبر غير الهايمين ريب سنانا والاوكسيوريس.
خلاص الباي كاب. اه صح. ليه؟ عشان اشهر سبب للايرن ديفيشنسي انيميا، لان الاستوما دي دكاتره بتفقد في اليوم الواحد 250 مللي دم بردي موجوده في درس الايرن ديفيشنسي انيميا الاولى. خطا. طيب كوتراي موكسازول هو الدراغ اوف تشويس، ما حصلش. كوتراي موكسازول ده انتي فايروس، احنا عاوزين هنا انتي هيلمنتك اللي هو دواء اسمه ميبندازول. بص انتوا عليكم مترو وميبندازول وبرازيكونتيل، مش اختراع، هم ثلاث ادويه، برازيكونتيل بالهرزيزيس بي بي ومترو المترو بتاع الاميبا والجياردي اللي هو الفلاجيل، فاضل مين؟ شبيهه ميبندازول بتاع الباقي. خلاص هو او الفلوبندازول. بايكا ماشي. ريكارنت ابدومينال بين ايه رايك؟ كان اول سبب، اول سبب للريكارنت ابدومينال بين ايه؟ باراسايت. مين اول واحده؟ الانجلستوم. صح ولا لا؟ فهي بتعمل ريكارنت ابدومينال بين، بتعمل هايبو بروتينيميا ولا ما بتعملش؟ بتعمل، انها بتضرب الانتستين، بتعمل مال ابزوربشن، والعيل بيورم زي السيليا اللي كان من شويه عنده بروتين لوزنج ايه؟ الدروبس. يعني دي واحده منهم. بتعمل ايرن ديفيشنس انيميا. وبالور انيميا رهيبه، وميجالو بلاستيك انيميا از اكسبكتد ان ذيس كيس، مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا بتاعت مين؟ الايرن. السيرم ايرن بايندنج كاباسيتي، الناس اللي مش عارفه القصه دي، سيرم ايرن بايندنج كاباسيتي ده عكس الحديد. الناس دي لما بتقلل الايرن يبقى بتزود مين؟ سيرم ايرن بايندنج كاباسيتي. ده هو مش ديزيز، ده هو انكريست. اخر واحده اهي بتاعت الاميبا، وخد بالك منها لان 99% من اللي بينزلوا بتبقى اميبا. اميبا بيقول لك اكسترا انتستاينال افكشن ليفر كير، غلط. دي بتافكت اللنج والليفر، بتعمل اميبك لنج ابسس واميبك ليفر ايه؟ ابسس. يبقى ليها اكسترا انتستاينال ولا مالهاش؟ ليها. البيشنت از يوجوالي ايه سيمتوماتيك؟ عيان الاميبا، عيان الاميبا بيبقى عنده بلاد ايه؟ دايريا وعنده شويه ابدومينال بين. جوجينال اسبيريشن از اسينشال فور دايجنوزز، غلط. لان الاميبا لما تعرف عنها هتلاقيها بتعيش في اللارج ايه؟ الديسك. مين اللي بتحتاج جوجينال؟ الجيارديا. الجيارديا الصغيره بتعيش في السمول ايه؟ الديسك، وبتشخص بالجوجينال اسبيريشن. انما الاميبا تعيش في اللارج انتستين وتشخص باي ستول اناليسيس اللي قدامك ده. مترو نيتازول از ذا تريتمنت اوف تشويس، اي ثينك صح. ابدومينال كرامبس، اي بارازايت بيعمل اريتيشن في الابدومين لايبل فور كرامبس او ابدومينال بين. ميبندازول هو الدراف تشويس، هو خدعه مرئيه، هو مترو وليس ميبندازول. ميبندازول بتاع الباقيين اللي هو الفلوفير او الفيرم 1 او الفيرمين، اللي هو كان نازل عليه تحذيرات ان ما يتعطش مع الفلاجيل عشان بيعملوا مشاكل في العيال زي ستيفن جونسون سندروم. اي ثينك انا وريتكم ستيفن جونسون ده قريب. طيب ستول اناليسيز او ستول كلتشر از نيدد فور دايجنوستيك، انت محتاج ستول كلتشر؟ ما انت عامل اناليسيز وحلو. طب بلاد بيكشر يوجوالي شوز ليوكو سايتوزيس، لا دي اميبا اللي ليه ليوكو سايتوزيس بتاع الباسيلا ريزيزنس اللي فات، لان ده رياكشن دي بتعمل سيبتك ايه الاورجانيزمز دي؟ سيبتك شوك ودي اي سي اللي هي بتاعت الباسيلا، انما الاميبا ديزنتري نو. طب لو هتعمل هتعمل ايه؟ شويه ايزينو فيليو. اسمعوا عن حاجه اسمها لوفلر سيندروم؟ لوفلر يعني اللي هو الرجيك رياكشن في اللنج، بيزيد معاه ايزينو كده من بره، مش هحطوا الكلام ده. الكام كوز ديزيز ذات افكت الليفر واللنج؟ ايوه يا عم انا هتفرج عليك. الاميبا، الاميبا بتعمل ايه؟ بتعمل اميبك لنج ابسس واميبك الليفر ابسس. بتعمل الكلام ده، فهي ليها اكستنشنز بره، ليها اكستنشنز. ده كان بس ايه حابب تبص عليه اللي هو الكلمتين بتوع دول للامان، عشان هم عارض لك اهو تبقى مبسوط. ده سهل خالص عبيط قوي. يورين ده دايما هو هيجيب، لا يورين هيجيبه لك في الراوند. هو بيجيب واحد منهم فقط، الدرجه الاخرى ان هو يجيب اليورين في الراوند. الاي بيساوي في الراوند، النيوميتال فيديوز في الراوند بتتشال في الفاينل. الفاينل بيزيد ايه؟ بيزيد لا الديفرنشال دايجنوزز بيزيد عيان. الفاينل اثنين عيانين، انا شرحت برضه الكلام ده في اول محاضره بالتفصيل بالدرجات والتوزيع. اول محاضره قلت لك اثنين عيانين كل واحد عليه 25 درجه 50 درجه. وثلاث لجان اورال ب 60 درجه. اسوء اسوء منظر بشوف فيه طالب القصر العيني وانا بعيط من الدموع كده، لان انا كنت ماسك القصر العيني ده من سنوات يعني عدوا قبل كده.
كانت الطلبه بتاكل الدكاتره بمعنى الكلمه، بتاكلهم بتبلعهم كده من كتر المعلومات اللي عندهم. غبت ورجعت لقيت اسوأ طلبه على وجه الارض، طلبه اكتوبر بتوع الدوس على الزرار كده كوفام بياكلوا الناس. اقسم بالله 6 اكتوبر الجامعه الخاصه اللي عندهم بيتهيألك انه بفلوس ومش بفلوس خالص، هي عرض وطلب. بقى ده كواليتي عاليه قوي قوي وده كواليتي رديئه قوي قوي قوي. في الاورال الدكاتره بتمسك الطلبه تفسحها رايح جاي ما بينطقش غير انه بيعرق ورجله بتخبط في بعض بس، وبيخلص اللجنه دي زي دي زي دي الا من رحم ربي. فيكم ناس معقول، بس كجنرال في مشكله كبيره في الاثر العلمي دلوقتي ان الطلبه حفيظه زياده عن اللزوم ومحدش فاهم اي حاجه خالص. فلو دخل الدكتور بس من النوع اللي بيقول طب ليه طب ازاي طب ايه رايك بتبقى حسن صوت، هو مستني اقول لك انا لازق المعلومتين عاوز اكحهم واروح. لو جالك يورين اناليسيس من ده اهبل جدا. بص النورمال، النورمال يورين يلو اسيتك ما فيهوش بروتين ما فيهوش سكر ما فيهوش كيتونز ما فيهوش بيدروبين نيل 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 ما فيهوش هيموجلوبين ما فيهوش اي حاجه خالص ما عدا من 1 لـ5 خلايا في الهاي باور فيلد. يعني وانا ببص بالميكروسكوب كده ما الاقيش غير 1 أو 2 أو 3 ار بي سيز وزيهم وايت بلاد سيلز، ولا تبص على اي حاجه خالص. انت خدت نفرولوجي جيت لقيت اليورين اناليسيز ما فيهوش حاجه بوزيتيف غير ده 3+ أو 4 نفرولوجي، لقيت بوزيتيف ده سكر، لقيت بوزيتيف ما عدا سكر بغيبوبه اللي هو دايابيتيك كيتو اسيدوز، لقيت بوزيتيف ده قلت لك امبارح البيدروجين بينزل في اليورين امتى؟ لما يكون طريق الستور مسدود اللي هي مريض الكوليستيزيس او الفايرال هيباتايتس الكوليستاتيك فور. لو هيموجلوبين نازل اليورين بتقول لك في الهيماتولوجي مريض الجي 6 دي دي اللي عنده اكيوت هيموليسيس بينزل اليورين بتاعه فيه هيموجلوبين لان انا كسرت الهيموجلوبين مني 12 13 جرام 2 جرام كل اللود الرهيب ده هل الليفر هيعرف يتعامل معاه لوحده؟ هينزل اغلبه على اليورين. لو انا جبت لك اليورين مليان دم نفريتك طب مليان صديد ده يورينري تراكت انفكشن زائد اهم خانه وهي القصد سنه 5 عليكم كم قصد 3 يا دم احمر عامل قصد نفريتك يا صديد عامل قصد يورينري تراكت يا بروتين عامل قصد هاي لاين قصد وهو نفرون. نعيد اجين يورين اناليسيس بابسط اسلوب تلم بيه في نص دقيقه اليورين اهو مليان بروتين بس نفرد مليان سكر دايابيتس مليان سكر وكيتونز دايابيتس كيتو اسيدوز مليان بيلروبين كوليستيزيس او فايرال ايه هيباتايتس مليان هيموجلوبين جي 6 بي دي جاي دلوقتي بعد شويه مليان ار بي سيز نفرتك وعامله قصد باسمها ار بي سي سكاس. طب مليان وايت بلاد سيلز انفكش يا ايه ايه امبارح شرحنا يا غيره يا سيستايتس. بصوا يا دكاتره الصديد معاه وايت بلاد سيل كاست كدني، طب الصديد ما معاهوش كاست بلاد سيستايتس. طبعا ممكن في الكدني لما تصاب ينزل كام نقطه من البروتين مفيش مشكله. مين المريض اللي عنده بروتين منفردا ومعاه الكاست هو باسمه هايلاين كاست او بروتين كاست مريض النفروتك سيندروم؟ هل دول صعبين؟ اجي بقى الف معاك اعمل لك ايه؟ اعرض لك زي كده يورين اناليسيس ده جاي لك جاي لك كلر يلو فروسي اسيتك في بروتين بص كام بلس؟ 4+ ونزلت بصيت على الكاست لقيتها هايلاين كاست رحت اسالك عليه ترو فور هما سؤالين عليه عيبته جدا جدا اليورين عليه 4 منهم بافي ايز ار بص طريقه الاجابه والاسئله الغبيه نوت ان كومن هو نفي النفي النفي اه والله نفي النفي اثبات يعني ايه نفي النفي اثبات يعني تروح شايلهم من الاثنين كده خلاص عشان كان في برضه طالبه طالعه تندم على الفيس برضه ان هي جاي لها سؤال كده هو معروف من ايام زمان هم قايلين الكلام ده هم خلاص هم دماغهم قضيهم على كده خلاص شيل دور واخلص يعني بيقول لك البافر يعني بتشوفها كتير اه ده عيان التنفيذ ده ملك التنفيذ ده قديمه ده هو اصلا عباره عن قديمه اللي بعده هايبر تنشن دي برضه في الكوميونيكيشن خالص ده هايبو تنشن وهايبو فوليوم شو مفيش اللي بعده سيرم كرياتينين از يوجوال اليفيتد لا سيرم كوليسترول مينيمال هو اللي اليفيتد هنا الكرياتينين ماله نورمال انما الكوليسترول هو اللي اليفيتد طيب انكيفالوباثي ليبو كير خالص ده مريض نفروتك الله يهدوكوا دنيا واخره ده شرحهم بقى مينيمال حرام عليك
مفيش حد بيصد رد في حاله نفروتك مشروعها امبارح نفروتك سندروم ما بيجيلوش الكيفالوس يلا هايبر تنشن الثانيه دي فين ده بيجيله ثرومبوزس هايبوكلينك شوك انفكشن دهون استيرويد نورمال سي 3 اه از ا كومن فايندينج طبعا نورمال سي 3 ما عندوش حاجه في سي 3 طيب لما اجي بقى اجيب لك واحد تاني اهو برضه يورين سموكي في بروتينيه واحده مشيت 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 لقيت الار بي سي فوق كام 100 وعامله شويه ار بي سي ايه كاس وفي معاها حبه وايت بلاد سيلز صغيره اهم حاجه ان مين اللي مسيطر الار بي سي وهي اللي عامله الايه الكاس دي حاله بولوميريرو نيفرايتس جاوز هارت فيلير مي كومبليكيت اه او بولوميريرو نيفرايتس كان بيتم هاي بعد كده حبتين هارت فيلير برين فيلير رينال فيلير هاي بوتنشن اذا كومن كومبليكيشن هايبر 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 تنشن بولي يوريا بولي يوريا سيرم كوليسترول انكريز سيرم كرياتين انكريز اكيوت رينال فيلير از رير ما حصلش ده كلهم بيجي لهم اكيوت رينال فيلير واسوتين نيجي نبص على حاجه زي كده بصوا على ده بسرعه كده بصايه الار الوايت بلاد سيل فوق كام 100 معاها كاست ولا ما معهاش حته بروتين اهي يبقى دي اورينال تراكت ايه انفكشن فيتش بايل ولا سيستايتس بايل بيقول لي الار بي سيز اللي انت شايفها دي اللي موجوده دي جايه من بلادر يعني هو بيقول لك يعني ان دي حاله سيستايتس لا والله يا حبيبي دي جايه من الكدني من فوق فهمتها لان دي حاله بايل ايه نفرايتس جيرلز ار افكتد مور ذان بويز برولونجت فيفر ورايبوس فيفر ورايبوس فيفر ورايبوس فيفر ورايبوس هاي فيفر وشيلز رايبوس ذيس بيشنت مي كومبلين فروم لوين تندرنس ديفينتلي دي علامه مهمه قوي ايكولاي هي كومنست اورجانيزم طبعا ده 80% اورال انتي بايوتكس ما تكملش ده بايل الفرايس بيحتاج بارنترال انتي بايوتكس مش اور بلاد سبريد هو الكومنست روت في دول ما حصلش ده مليونين صغنطين اللي هو نانس بستيب خلاص طيب سي 3 ديكريز ان ذيس بيشنت لا سي 3 نورمال انا ما بستخدموش في علاج اليوتي اي في اي حاجه هو عشان كده ما بيبقاش ديكريز هو ماله نورمال العيان ما بيعانيش من اي استخدام للسي 3 بالتالي ما بيعملوش كونفاش رجاء تقروا تعالوا شويه كام يوم دول اقسم بالله اللي مريح وهيلم اطفال رمضان والله لا بطل تدريس بعدها لو حصل وقرب من امتحان الاطفال ودخل ولا بهددك ولا بخوفك ربنا العالم انا اكتر دكتور ليه شعبيه في تاريخ حياتك كلها في اي حته ثانيه لحد ما اعمل اللي انا عاوزه هنا عشان حاجه واحده بس عشان انا بعملك بضمير بحط تحتها الف خط انا لا ليا في لف ولا في الدوران الحمد لله علميا ماديا كل حاجه الحمد لله بفضل الله تعالى مش محتاجك خالص انت مش على الخريطه اصلا بس النقطه الامانه تستوجب الناس تصحى رمضان لو دخل عليك وانت مش لامم الماده دي والله ما هتلمها فرصه عمرك دلوقتي ما تقعدش تقول لي مش عارف انا عندي ايه وما عنديش ايه انجز حط ده جنب ده جنب ده تطلع شويه يورين شويه اكس راي شويه سي تي سي خلص عشان ربنا يسهلك الامور بحيث يبقى فاضل شويه نجمعها مش داخل لحد الاند راوند ابيض وهذاكر بعدين يبقى التاجيل هو سته بقت خمسه انت كده هتبقى بادئ من تسعه اللي فات مخلص بعد سنتين ونص زي توفيق الدقن زي ما قلت لك هتطلع ظهرك باظ عندك ضغط وسكر وشعرك ابيض وانتهيت زي زمايلنا اللي بيحولوا بعد سنتين بيقول لك بقى له سنتين ونص في سنه ما تاخد اجازه وتطلع تلعب وتتفسح وتروح اي حته تلف شويه كده بدل ما تاجل الاطفال بتاعك تذاكر بتاع طول الصيف ليه؟ ما هو اسهل حاجه في الدنيا انا مش رايح خليك بقى اعرف هتذاكر 500 ورقه و200 و230 ورقه عملي يبقى 750 ورقه في الصيف ده ليه ان شاء الله؟ وتلاقي الطالب بطيخه ومصمم برضه يذاكر ويقعد يلف علينا نفسه ويسال في حاجه ما بيجاوبش يقول لك اصل انا ما اقدرش اعمل حاجه ستورس وما ادراك ايش هي يا حبيبي وانت بتعرف تنطق ده انت مش عارف ولا درس ولا كلمه من اللي عليك واهم حاجه تحضر اللي بتاع في ايده كده اهو ابوه لو مشى منه هيموت يا حبيبي اي نيله تذاكر منها بس ذاكر اكلمك تجاوب الله يخليك بلاش الاسلوب ده الله يكرمكم ذاكر ودلوقتي كام يوم دول الناس اللي خدت امبارح نفرولوجي لو ما عندكش نفسها بالليل لو كنت قمت قريت الكتابتين كانوا لازقوا في الدنيا. هتسيب يوم على يوم على يوم احنا ماشيين بريد كبير لان انا شرح الكلام ده بالورقه والقلم هنا كلمه كلمه. فحتى لما اجي المه مش هقعد افرشه تاني مش هنخلص. اعدي عليه زي ما انا بعمل دلوقتي. فساعدونا الله يكرمكم خلينا نخلص على خير. اخر واحده هوريها لك اهي بص كده على دي
مريض عنده تربت يورين بس عشان يبقى النار نظافته في وايت بلاد سيلز وار بي سي ده هو مفيش بروتين ومفيش كاست. مين اللي مسيطر في دول؟ الوايت بلاد سيلز هي كتير. ده عيان عنده شويه سيستايتس ومعوره البلاد فنزله كام ار بي سي زايد. في اي اليمنت اوف رينال؟ لا مفيش حاجه. يبقى دي حاله مين؟ سيستايتس. طبعا هجاوب عادي جدا. العيان بيجي له فيلر تو سترايف كيوتي اي بالذات لو جاء في فتره لو جاء في فتره صغيره بيجي. والاسترويدز مي جيف سام بنفيت؟ لا العيان ضاد. سكندري نوكتورنال انيورس ممكن تحصل بعد العدوى. وكان بقى كويس جاله عدوى في البول رجع يتبول على نفسه تاني لانها بتيريتيت البلاد. اليورينري ستيزس هو المين ريسك فاكتور اكيد. في النيونيك جوندس مين بيبرزنت؟ قلت لك دي علامه غريبه لان عنده ايه؟ سيبتسيميا. لان في النيونيك الانفكشن جايه من الدم. مين اللي كوفد باي جرام نيجاتيف بكتيريا؟ خلاص اورال انتي بايوتكس انف فور تريتمنت في الحاله دي صح. في الحاله اللي فاتت ما اقدرش اقول عليها صح. ريكيرنت كيسز ار مانجد وذ نو نيد فور انفستيجيشن. اي ريكيرنت يو تي اي لازم تصور اليورينري سيستم عشان نتاكد ان ما فيهوش انوماليز. لان ما دام اتكررت مره واثنين وثلاثه يبقى الواد ده عنده ايه؟ مشكله. لو لقيت يا جماعه سكر بالمنظر ده يبقى انا بتكلم على دايابيتس. اما اجي اسالك في الدايابيتس احنا شارحين بالتفصيل وهعيده قريب. اوليجوريا وويت لوس كومن برزنتيشن في الدايابيتس. الدايابيتس بوليوريا وويت لوس مش اوليجوريا. رقم اثنين مين بي كومبليكيتد ويز نوكتورنال انيورسيس؟ من كتر البوليوريا بيرجع يطول على نفسه بالليل وبالنهار عادي. رقم ثلاثه انترافينس انسولين انفيوجن غلط لان ده دايابيتس. الدايابيتس بياخد الانسولين فين؟ صفه ثانيه. انما الدايابيتس الكيتو اسيدوز هو اللي محتاج انترافينس ايه؟ انفيوجن. دي كي اي مي بي 1 اوف ذا كومبليكيشن. احنا قلنا اكيوت وكرونيك وكومبليكيشن اوف انسولين ثيرابي طبعا لازم تبقى عارفه. ده الفرق بين الدايابيتس اللي فاتت والدايابيتك ايه؟ الكيتو اسيدوز. اجتمع هنا مين يا دكاتره؟ الكيتونز مع السكر فاصبح العيان سبكوتينيوس انسولين ليس هو اللاين اوف تريتمنت. ده عاوز انترافينوس انفيوجن اوف انسولين على بوينت 1 يونت. النقطه اللي بعدها دي هايدريشن اكيد اسمها غيبوبه السكر اللي معاه اسيدوزز ودي هايدريشن والجومه. فوميتنج وابدومينال بين والايرلي فيتش. This condition may be triggered with infection. أكيد. مهم أوي تبقى عارف إن الدايوريتكس may be of value in this case. Fluids وليس الدايوريتكس. ده عيان dehydrated. محتاج يعلق مين؟ Fluids. مش ياخد دايوريتكس يا جماعة. Hypoglycemia may be associated with this case. اللي نزل السكر في اليورين لما هو قليل. ده عنده هايبر إيه؟ طفح فوق فنزل تحت في اليورين. آخر واحدة long term management. is needed with this case. هو انت بعد ما تعالج الدي كي ايه خلاص كده براءه يلا روح انت بقيت طبيعي؟ ده محتاج لونج تيرم العلاج. مين؟ السكر اللي عنده زي مريض الازمه اللي جاي لك بستيتس. بتصلح الستيتس وتقول له مش على ايه؟ على الميديكيشن عشان ما يجيلكش مين؟ التاكس زيها. فدول بيحتاجوا لونج تيرم تري. دي اخر كيس الدي كي ايه شخصيا امرجنسي وبيبقى عندهم امبومين ما هو ده الفكره. هو بيسالك على كده هل العيان ده ليه لونج تيرم مانجمنت ولا مالوش؟ اوعي تتعاملي مع الناس بالطريقه دي. ما هو عارف ان هي حاله دي كي ايه. لما يقول لك في اي كيس لونج تيرم مانجمنت معناها هل الحاله دي بتيجي لوحدها وتروح وملهاش توابع ولا هي لازقه في قفا مرض مكمل بيه؟ لازقه في قفا مرض. وهو مين؟ هي الفيرست بريزنتيشن في 40% من الناس بس وانس جت انا عرفت ان ده بقى مريض ايه؟ سكر. يعني ليه لونج تيرم ولا ملوش؟ لونج تيرم فور ذا اوريجينال ديزيز بين قوسين دايابيتس. محدش اللي عندك حاجه اللي عاوز يقول الكلام يقوله. ده في ايه الولد؟ هيموجلوبين النازل اللي بيقول ايه؟ هشرح لك الماتولوجي قريب. الجي 6 بي دي اكيوت هيموليسيس. اسالك هارت فيلير مي كومبليكيت الاكيوت هيموليسيس او يدخل في انيميك هارت فيلير؟ اللي فيري كومن في الفيميل. لا يا جماعه ده مرض اكسلنت. اللي بعده مي بي سين ان يونيتس. بيجي نيونيتال شونتس لو الام اخذت اسبرين او نوفالجين وهي بترضع الواد يجيله. رقم ثلاثه او اربعه الاسبرين. هو لسه جايبين سيرته اهو. الاسبرين واحد من التريجر فاكتور. زياده السيروم باليروبين بيزيد البيلروبين في الدم فينزل فين؟ في اليورين. ام كونجوجيتد ولا كونجوجيتد؟ ام كونجوجيتد. لان الكونجوجيتد كان مين؟ والستيز ده حاجه ثانيه خالص. دايتري هيستوري از نوت امبورتنت. ده امبورتنت ونص. الواد ده اخد فول اخضر اي حاجه من الحاجات دي ولا ما اخدش؟
اخر بديل ليه وانا اسف على الاطاله ان انا الاقي بدل الهيموجلوبين نزل مين؟ ودي حاله الكوليستيزيس اللي شرحتها امبارح. كوليستيزيس هو بيليروبين فين؟ في اليورين. لان سكه الاسطول مالها مقفوله. الولد ده عنده دارك اسطول لا سمح الله، خالص ابيض زي الطحينه، بليدنج لا قدر الله. اه طبعا ده انا كنت بديله فيتامين اي وكازاي اوبريشن، ما كانش بيستاخد غيرهم عشان النزيف. نورول فور سيرجري مين ليه؟ امال الكيت الثانيه دي ايه؟ كازايتا هي ايه في الاخر؟ سيرجري. كولودوكال سيستم هي ايه برضه في الاخر؟ برضه سيرجري. انفيتد سيرم انكونجوجيتد بيليروبين، اوعى السيرم كونجوجيتد اكتر من كام في المية؟ 20% كده هايل جدا جدا. كده خلصنا الجي اي، بصينا على اليورين، بصينا على الاسبول، بصينا على الاكس راي بتاعت الجي اي تي، خلص باكمله. خلاص؟ بكره ان شاء الله هنكمل الجزء بتاع النيوناتولوجي والحته بتاع الاكيوت والكرونيك رينال انفيرمنت اللي هي موجوده في النيفرولوجي. واقول لكم قصه السؤال بتاع الهيماتوريا ده. بس دكتور لو سمحت بكره جمعه، وعلى الاغلب لازم نخلص عند مكان الصلاه عشان الواحد يقدر يصلي بعدين. فلو قلت يعني نزل لك الساعه 8 ونص ليه؟ هي الساعة الصلاة من 12 لوحدة، أنا مش هيدعو على الشهر. ما بقول لو بدأنا واحدة مش هنخلص قبل 5. بالظبط. يعني مش هنخلص سيء. دكتور احنا هتاخدوا الصبح خلاص، الصبح لسه ما بيجوش اصلا، هم واقفين لي مجموعه ما حدش منهم جاي. اثنين مختاروا. انا كان معايا 40 واحد هنا في المكان ده، ما فيش منهم غير اثنين او ثلاثه اللي بيجوا للاسف. بس انا راجع لسه. بس مش عندنا اطفال الحمد لله. بس عندنا اطفال بتضيع. وبعدين نشوف قصه. دكتور قصه طويله قوي يعني خصوصا واحده خلاص سته. دكتور خصوصا الجمعه دي الدكتور الشهير. دكتور والله سمحه ده لا 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 كيف يعني احنا دلوقتي الاطفال هي الاولاد.